حلقة الخميس النهاردة بيغيب عنا فيها المهندس عادل القيعي زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت لسفره لأداء العمرة، يرجع بكرة إن شاء الله، والحلقة الجاية ينورنا بإذن الله. الحلقة دي الحلقة 512. 512 في طلة ملك وكتاب على حضراتكم، لكن كمان هي الحلقة الأولى في السنة الجديدة، وسنة حلوة إن شاء الله يا أهلي. الحلقة الأولى في سنة جديدة مليانة بحاجات كتيرة، فيها كتير من التفاؤل، فيها كتير من بواعث الاطمئنان على الأهلي، وفيها كتير أيضا من مطالبة كل الأهلوية بمزيد من الجهد، لأنه اللي جاي واللي في المرحلة اللي جاية تحديات كبيرة، في كل الثقة أنه كل أبناء الأهلي قدها وقدود عشان تكون سنة حلوة إن شاء الله. حلقة النهاردة هنناقش فيها مع حضراتكم أربع موضوعات مهمة. تسعة في الدوري يا أهلي، وعندما يتكلم الصمت. فرصة الانضمام لعائلة الأهلي، وأخيرا ملوك الصلاة وموعد مع التتويجات. بداية السنة في إنجازات كويسة جدا، بداية السنة الأهلي بيبدأ العام الجديد بفوز مهم جدا امبارح يعزز بيه صدارته للدوري الممتاز ويبتعد بالصدارة، ويأكد على أنه حتى الآن محافظ على العلامة الكاملة. بس كمان من الكبير للصغير، والإنجاز في كل المراحل، لأنه النهاردة يطلع تصنيف الاتحاد الدولي للتنس الطاولة، فتكون طفلة الأهلي المعجزة هنا جودة 12 سنة متصدرة التصنيف العالمي لبنات 15 سنة في تنس الطاولة. بصوا، هي الأول على مرحلة أكبر منها بثلاث سنين، كسبت كل البطولات، أي بطولة بتشارك فيها لفوق سنها لغاية 15 سنة عالميا هي التصنيف الأول. فما شاء الله هنا جودة على طريق الإنجاز الكبير جدا، وعجبني حتى أسلوبها لما كتبت تويتة بتعلق بيها على هذا التصنيف، بتقول ده بداية الطريق للميدالية الأولمبية. فإن شاء الله على خطوات قادمة بإذن الله تكون هنا جودة بطلة أولمبية كبيرة جدا يقدمها النادي الأهلي للرياضة المصرية اللي بتحتاج كل الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من الأبطال، بالذات في الألعاب الأولمبية الكبيرة. بقول لكم في كل الألعاب هتلاقوا ما شاء الله البداية طيبة، البداية مبشرة، إنه الملك في أفضل وأقوى حالاته. تنس الفريق كرة السلة منذ لحظات انتهى لقائه مع سموحة في اسكندرية بفوز الأهلي 84-81. شفتوا فريق الشباب لكرة القدم فاز على الزمالك وابتعد بالصدارة أيضا بعيدا. في كل الألعاب هتلاقوا بداية موفقة جدا، استمرارا لكتير من الإنجازات اللي تمت في 2019. الأهلي انتهى من مرانه النهاردة استعدادا لمباراة FC مصر بدون أي راحة، عنده يوم الأحد مباراة FC مصر في الدوري، ويسافر بعدها على طول لزيمبابوي علشان يلاقي فريق بلاتينيوم يوم 11 إن شاء الله. جونيور أجاييه النجم النيجيري المتألق اللي غاب على المباراة اللي فاتت لظروف الإصابة، عنده فرصة إن شاء الله يرجع قدام FC مصر مساء الأحد. شارك النهاردة بعد ما خف من إصابته في العضلة الخلفية اللي كان غاب بسببها عن مباراة مصر المقاصة. حسين الشحات كمان ومحمود وحيد الاثنين خاضوا تدريبات تأهيلية بعد الشكوى من العضلة الضامة اللي كانت واجهت حسين الشحات وريح منها في المباراة اللي فاتت، ومحمود وحيد كان عنده كدمة قوية في وش رجله، فبالتالي الجهاز الطبي ريحه لكن بدأ العلاج التأهيلي. الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيف فايلر زي ما حضراتكم شايفين في التدريبات بيدرس فريق FC مصر كويس. دي المباراة العاشرة، وإن شاء الله تكون العشرة الطيبة والعشرة الكاملة بإذن الله يحقق فيها الأهلي الفوز. ويمكن البعض لاحظ أنه 2020 بدأ كده ب 2-0، فقال لك أصله 2020 2-0 و2-0، فإذا كان الأهلي كسب المقاصة 2-0 يبقى الأمل أنه يكسب كمان FC مصر 2-0 ويتوافق مع 2020. الجهاز الفني بيعكف على دراسة FC مصر، الفريق اللي بيشارك السنة دي لأول مرة في الدوري الممتاز للتعرف عليه، وريني فايلر بيتفرج على المباريات الأخيرة لهذا الفريق الجديد اللي لعبها مع طنطا والمقاصة والاتحاد والإسماعيلي
وحرس الحدود للاستعداد له بشكل جيد. رمضان صبحي كمان بيجري أشعة أو أجريت ليه أشعة تجرى خلال 48 ساعة علشان الجهاز الطبي يطمئن على مراحل تقدمه في العلاج. الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي اطمن على سعد سمير اللي أجريت ليه في ألمانيا جراحة لعلاج قطع في وتر أكيلس، القطع المؤثر جدا. الجراحة الناجحة أجراها البروفيسور ماركوس فولتر في ألمانيا، والدكتور خالد محمود اطمن من سعد على نجاح العملية وعلى كل إجراءاتها وعلى بقائه لمدة 10 أيام إن شاء الله في التأهيل ويرجع بإذن الله. بقول لكم دايما وأبدا إنجازات الأهلي بتلقى كل التقدير في كل مكان. هتلاقي الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة أو بيختار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وهو رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب للفوز بلقب شخصية العام الرياضية العربيا 2019. لكن كمان بيجي النادي الأهلي في اختيارات الاتحاد العربي للثقافة الرياضية. الجوائز تضمنت فوز الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بجائزة الإنجاز الرياضي تقديرا لدوره الكبير في تنظيم بلاده للعديد من الأحداث الرياضية. أيضا المؤتمر اللي عقد في برئاسة الإعلام الكبير والصديق العزيز الأستاذ أشرف محمود قال في ختام أعمال المؤتمر في الاجتماعات اللي عقدت في مدينة جدة بالسعودية إنه الوزير أشرف صبحي استحدث برامج فاعلة في مجال توسيع مظلة الرعاية للموهوبين رياضيا وفنيا في المدارس والجامعات باختلاف كل الأنشطة. كما فاز أيضا النادي الأهلي بنادي العربي الأول في خلال هذا العام. محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري أيضا كان فاز بجائزة الرياضي المثالي. الاختيارات في الثقافة الرياضية الحقيقة بتبقى لها معنى لأنه بتنبع وبتنطلق أساسا من ثوابت في الثقافة الرياضية وفي الالتزام بالقيم الرياضية الحقيقية. عشان كده هذا الاتحاد اختار الأهلي المصري والهلال السعودي للفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية للرياضة. دور لما يجي الأهلي والهلال السعودي مع بعض جائزة الدور المجتمعي دي مسألة ليها دلالة كبيرة جدا، ودافع لنادي الأهلي على وجه التحديد أنه عنده مهام كبيرة جدا لخدمة مجتمعه، عنده مهام كبيرة جدا في إطار المسؤولية الاجتماعية، عنده دور كبير جدا بيتطلع أنه يلعبه بشكل أوسع إن شاء الله في المرحلة اللي جاية. أيضا قالت حيثيات اختيار الأهلي والهلال السعودي اللي اقتسموا جائزة الثقافة الرياضية عن الدور المجتمعي في 2019، كل من تقاسم الجائزة للعطاء كل من نادي رحال المغربي لكرة القدم، جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى برئاسة الكابتن ماجد عبد الله بالسعودية، أيضا للاهتمام بالممارسة أو بالممارسين القدامى واللاعبين كبار السن. فازت العاصمة الإماراتية أبو ظبي بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية لما تقدمه من دعم واهتمام بالرياضة. جائزة الوفاء للثقافة الرياضية اللي بتمنح لمن أعطى الرياضة العربية من فكره وجهده ودوره فاز بيها أحمد الفردان من الإمارات والدكتور محمد خبير من أو محمد خير من الأردن ومحمد القمودي من تونس. التجمعات العربية ليها كتير من الأهمية بالذات في مزيد من دعم العلاقات الرياضية كمان عربية. الأهلي كان عنده دعوة عشان يشارك في مهرجان طارق التايب نجم الكرة الليبية الكبير اللي بيقيم مهرجان اعتزاله، كان عايز يعمله في بين فترة عودة بعثة الأهلي هذا الشهر من زيمبابوي وقبل مباراة طنطا. كان في وقت ضيق جدا الأهلي كان هيلعب مع الهلال السعودي في السعودية، لكن حتى الآن هناك محاولات للاتفاق على تأجيل هذا المهرجان ويلعب الأهلي مع الهلال السعودي مش بس تقاسموا جائزة الدور المجتمع العربي، لا يلعبوا كمان في تكريم طارق التايب الليبي إن شاء الله في شهر مارس القادم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يعود خلال ساعات قليلة، ربما فجر غد إن شاء الله يرجع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي من الأراضي المقدسة بعد أداء العمرة. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الكابتن الخطيب كان خاض فترة علاج الفترة الأخيرة في فرنسا وتحسنت حالته الصحية الحمد لله تماما، لكن حرص على أنه يروح يؤدي مناسك العمرة
ويرجع خلال ساعات إن شاء الله عشان يبدأ كابتن محمود الخطيب فتح الكثير من الملفات في شغل كتير جدا منتظره، سواء على صعيد كرة القدم الناس بتتكلم في صفقات يناير، بتتكلم في أي تدعيمات، بتتكلم في أي إعارات الأهلي بيستقبلها أو بيتلقاها البعض لعيبته، ثم كتير من الملفات بقى المهمة في الصعيد الإنشائي في الصعيد الرياضي. مسؤولية كبيرة جدا إن شاء الله الفترة اللي جاية نشوف الكابتن محمود الخطيب في أفضل حالة بإذن الله. زي النهاردة في 3 يناير 1941 الأهلي بيفوز على المختلط اللي هو الزمالك لاحقا 4-2 في دوري القاهرة، سجل الأهداف صالح الصواف هدفين ومنير حافظ هدفين. كتير دايما وأبدا زي ما بنقول لحضراتكم دايما في أي يوم هتلاقي لو فيه يعني المعنيين بالتوثيق، ودي أتمنى أنه ده عمل أرشيفي يظهر للنور، أنه يتقال باستمرار في كل يوم 1 يناير على مدار تاريخ النادي الأهلي حصل فيه إيه. هتلاقوا مفيش يوم ما شاهدش انتصارات كتيرة للنادي الأهلي، وما شاهدش فرص للتتويج، وما شاهدش أحداث مهمة. 9 في الدوري يا أهلي، الأهلي وصل للنقطة 27، لكن حافظ على العلامة الكاملة بكل تأكيد. معنا على الهاتف مدير الكرة اللي بيواصل ايضا انتصاراته الكبيره الحقيقه، كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد اهلا بيك. استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. اخبارك ايه؟ كابتن عدلي فين؟ كابتن عدلي انت عارف هو فين؟ عشان الناس ما تروحش بيعمل صفقه في العمر ان شاء الله. طمني ايه الاخبار؟ الحمد لله الدنيا كويسه الحمد لله رب العالمين. بس عارف ضغطة المباريات اللي احنا فيها وتراحمها والتغيير من بطولة لبطولة وفرقة الفصل من واحدة للتانية وصعوبة كل لقاء عن اللقاء اللي قبله، ده وضع طبيعي في المرحلة اللي احنا فيها. النهارده التمرين كان مكتمل كل العناصر، في حد راجع من إصابة ولا لسه اللي بره بره؟ لا أوجعي داخل الحمد لله، وحسين الشحات هيدخل بكرة. تمام. الأمور ماشية لحد كبير الحمد لله كويسة يعني. كهربا موجود في التمرين طبعا. كهربا موجود في التمرين ان شاء الله الرحمن، وان شاء الله باذن الله يعني خلال 48 ساعه ان شاء الله الرحمن هيتم قيده، ما كانش النهارده في البطاقه الدوليه او بكره الصبح ان شاء الله. اجراءات القيد المحليه خلاص بننهيها من توريه البطاقه الدوليه خلال الساعات اللي جايه، واحنا عملنا له كمان تاشيره زيمبابوي، ان شاء الله الرحمن يكون معانا في الاثنين يعني اف سي مصر وباسل باذن الله. الاهلي استخرج تاشيره زيمبابوي لكهربا. طبعا. طيب بغض النظر عن اي حاجه انت بتعمل شغلك الداخلي يعني او الاداري. تمام. قول لي في اي حاجه تعوق قيد كهربا؟ يعني الاهلي طلب البطاقه الدوليه. لا خلاص احنا منتظرين، تواصلنا كمان مع البرتغال في البطاقه وهم ردوا علينا، وان شاء الله الرحمن خلال الساعات اللي جايه يكون موجود باذن الله. بمجرد البطاقه ما هتيجي، هي هتيجي كده على السيستم مش كده؟ خلاص يعني مجرد ما هتيجي خلاص يعني اجراءاته الاوليه في سواء كانت في المنطقه او اتحاد الكوره احنا بدأناها من النهارده يعني. طيب تمام، يعني هي مساله وقت ووقت قصير جدا كمان ان شاء الله الرحمن. هل بوصول البطاقه بس. تمام. هل كان في محاوله من البعض لتعطيل ده من خلال استعلام زي ما سمعنا منك، ولا ايه القصه بالظبط؟ اتحدث خلاص اتحاد الكره خلاها خلاص. انا في 48 ساعه اللي جايه دي ان شاء الله الرحمن هتكون الدنيا خلاص بالي، ده موجود معانا وموجود معانا على المستوى المحلي وموجود معانا على المستوى الافريقي خلاص. طيب تمام ان شاء الله. يتبقى مقعد تاني للاهلي في القيد مش كده؟ ان شاء الله الرحمن. هل عازمين ان احنا نحسمه في فتره قصيره، ولا هتستنى لنهايه الشهر، ولا الظروف ماشيه ازاي؟ لا ممكن تكون في خلال الفتره اللي جايه. يمكن برضه اصابه سعد الدين كانت يعني مفاجاه بالنسبه لنا، لكن الحمد لله هو اطمن عليه وكان في تواصل بيني وبينه حتى النهارده يعني، ان شاء الله الرحمن يعني قدر الله ما شاء فعل. ايوه. لكن احنا ماشيين في خطواتنا يمكن شبه القريبه جدا من الصفقه ديت، وان شاء الله الرحمن نقرب بيها بشكل كويس ونحسمها ونعلنها باذن الله. اصابه سعد ممكن تتغير في التفكير؟ لا في المركز واللي احتاج لحد دلوقتي لا. يمكن احنا كمان عندنا موجود محمود متولي الحمد لله كمان بشكل كويس، وعندنا رامي عندنا ياسر ابراهيم عندنا ايمن اشرف عندنا خامة كويسة كمان محمد عبد المنعم الحقيقة. تم تصعيده مش كده؟ هو موجود معانا من فترة يعني. موجود. طيب تمام.
الاعارات للداخل بقى، يعني في انديه كتيره طالبه استعاره بعض لعيب النادي الاهلي، هتفكر فيها ازاي يا كابتن؟ بص، مع احترامي الكامل طبعا لكل الانديه المصريه واخواتنا وعلاقتنا بيهم جميله جدا وكل حاجه، لكن طبعا انت بتفكر في مصلحتك انت رقم واحد يعني، صحيح، واحتياجاتك انت. وانا عايز اقول يعني برضه يعني المشوار لسه بعيد جدا. لو بتتكلم على موسم، احنا صحيح بحكم الانتقالات الشتويه المفروض ان احنا عدينا نص الموسم، لكن فعليا احنا ما عدناش نص الموسم ولا حاجه. كل لعبته 9 مباريات من اصل 34، يعني فاضل تلتين موسم يعني، او تلتين البطوله لسه ما جاش اساسا يعني. صحيح. يعني احنا او اكثر من تلتين البطوله. ايوه. ده مشوار بعيد جدا، النص الثاني دايما بيبقى اصعب، النص الثاني بيبقى اهم. مهم قوي ان انت تدخل بعدد وافر جدا ومستويات قريبه من بعض، لان في ظرف اسبوعين ولا ثلاثه ممكن تلاقي الدنيا بتتشقلب. وخلي بالك يعني الكره كده، ممكن تبدا شهر بمنتهى القوه وتنهي نفس الشهر ده بحلقه وحشه جدا يعني. فعلينا ان احنا نكون حاضرين جدا. لما تسالني مثلا تقول لي اصعب ماتشين في المرحله اللي فاتت دي كلها، هقول لك اللي جايين. يعني مباراه اف سي مصر وبلاتينيوم. واحده مع فرقه يعني رغم ان هي اول مره تظهر في الدوري الممتاز، لكن بحس انها بقالها كتير. ايوه. معاها جهاز فني طموح وكويس ومتزن ورزين، كابتن عبد الناصر محمد، وعامل ماتشات كويسه قوي. أيوة. واحده ثانيه كمان هتبقى بتحدد ملامح مين اللي صاعد في البطوله الافريقيه اللي هي بطوله بلاتينيوم. فمهم جدا ان احنا ناخدهم بمنتهى التركيز، مهم جدا. اما تقول لي باكد، اصعب مباراتين بالنسبه لنا في الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه هم مباراتين اف سي مصر وبلاتينيوم. فانت بتعتذر بوضوح للانديه الرغبه في استعاره بعض اللاعبين. الا لو في حد بقى يعني الراجل قال لك انا مش يعني هيبقى في اعتماد كامل عليه في الفتره اللي جايه، او مش من الناس اللي ممكن تاخد فرص لعب كتيره يعني، فده هيتم ابلاغه على طول. عشان يبقى برضه يبقى فرصه اللعب تبقى عنده يعني. لكن لو في حد حتى لو مش هيشارك بنسبه كبيره، بس ممكن نقطه اضطرينا انه يبقى موجود ولا حاجه لازم نحافظ عليه. لان انا ما اعرفش بكره في ايه. يعني انا ما اعرفش ان الدنيا ماشيه ازاي يعني. تمام. وانا زي ما قلت لك يعني، انت النهارده لما تيجي تعد مثلا عدد المصابين في النادي الاهلي هتلاقي مجموعه كبيره قوي. يعني في محمد محمود، في كريم نجبت، في حمدي فتحي، في رمضان، في جونيور كان، في محمود وحيد، في شريف اكرامي كان، في الشحات. 12 لاعب بالظبط يا كابتن، 12 لاعب. عدد. فانت لو انت ما عندكش البديل اللي قريب والبديل الكويس او على نفس المستوى مش هتكمل. هتعاني طبعا. ده هتعاني، مش هتعرفش تكمل يعني. سواء محليا او افريقيا. صحيح. مع ضغط المباراه اللي انت فيها ديت يعني. طيب رمضان صبحي اخباره ايه؟ ماشي كويس؟ الحمد لله. الحمد لله اللي شاء الله مطلع يعني نتائج كويسه جدا. ان شاء الرحمن نامل ان الفتره تبقى اقل من اللي كانت في الحسبان في البدايه. اقل؟ طيب. ان شاء الرحمن. ان شاء الله. طيب كابتن سيد، كان مهرجان طارق التايب كنت في احتمال انك تلعبه وانت راجع من زيمبابوي، وعرفنا ان هو في كلام عن تاجيله لمارس، ده صحيح؟ بصراحه انها هتبقى في الاجنده الدوليه اللي هي موجوده في مارس. اوكي. ضغط المباريات اللي ما بيننا وما بين الهلال او اللي حصلنا في محليا وافريقيا واللي حصل للهلال كمان يعني. فكان من الافضل ان هو يعني يتم تاجيله لمارس. فبقى في مارس. تمام. انت هتسبق البعثه لزيمبابوي مش كده؟ ان شاء الله. هتسافر امتى ان شاء الله؟ انا هسافر يوم فجر 7 بالليل، والفرقه هتسافر 7 بالليل ان شاء الله. طيب كابتن سيد، لقيناك امبارح منفعل جدا وغضبان، والحكم اضطر انه يطلع لك كارت اصفر، قول لي ايه اللي حصل؟ بص انا ما بحبش اتكلم على التحكيم الحقيقه. لا بص، الفكره طبعا يعني الواحد بيحترم كل الناس وبيقدرها طبعا، ويعني انا بشوف ان ممكن يبقى في حاجات مقبوله وفي حاجات مش مقبوله يعني. في حاجات ممكن بحكم الكوره وعصبيتها وانفعالاتها، وبتحصل في الدوريات الاوروبيه كلها على فكره، ان ممكن يبقى في لقطه كده ولا حاجه، وفي ثانيه بتلاقي مثلا يعني كل الناس اللي بتشاهد جارديولا مثلا يعني ممكن تلاقيه بيتكلم مع الحكم الرابع وانت تبني النهايه دي حاجة، لكن ما فيش إساءة ولا في أي حاجة خالص بيبقى فيها تجاوز يعني. بمجرد ما المباراة تنتهي يعني، أهم حاجة في الموضوع ده إن أنت بتطرح طريقتك أو كلامك من غير يبقى فيه إساءة ولا حاجة، وفي نفس الوقت مجرد ما المباراة تنتهي خلاص كل واحد بقى بيروح وكل واحد بيشوف على المباراة اللي بعدها، لأن اللي فات مش هيرجع يعني. أنت كان عندك اعتراض على الداشنج الكتير اللي في الملعب؟ طبعًا. لا كان في حاجات موجودة في
حاجات مماثله في هنا وهنا، سواء كان في الكرات المشتركه او طريقه التعامل. طيب الزمالك النهارده بيقول من شويه انه عايز يجيب حكام اجانب لكل مبارياته اللي جايه. انت عندك اي تحفظ؟ يا ريت. صحيح. قول لي الكلام ده فرق السنه اللي فاتت؟ الكلام بيجيب بعض. انا خلي بالك يعني انا من الناس اللي بتفق جدا 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 في التحكيم المصري، وانا يعني اللي احنا شفناه في افريقيا واللي شفناه من بوزو يعني اكبر دليل على كده. تمام، يعني مفيش خلاف على كده ابدا. لكن انا وجهه نظري الشخصيه هرجع واقول برضه يعني الفار كل واحد ياخد حقه. الدوريات الاوروبيه المستويات العالميه اللي فيها اخطاء بتبقى نادره جدا الحدوث، ومع ذلك عايزين يحققوا مبدا العداله اكثر واكثر. ايوه، فده ما بيعيبش حد على فكره، ولا بيبيع ولا بيعيب بقدرات حد ابدا ابدا. لكن مزيد من العدل ومزيد من الفرص اللي ممكن بتيجي لاحد الانديه او الفرق وممكن تتبدل بحاجه ثانيه مثلا كظروف واحوال، وخصوصا مع كرة القدم ومدى تأثيرها في الوقت الحالي يا استاذ ابراهيم. كرة القدم ما بقتش شوية ابدا. صحيح. بقت صناعة وبزنس كبير جدا. صحيح جداً صحيح. يعني ما بقتش ناس يعني مشجعين طبعا، والجماهير هي أكثر ناس يعني بتحب بولاء وإخلاص وانتماء بدون استفادة. لكن في ناس كتير جدا في المنظومة سواء كانت المسؤولين أو اللاعبين أو كذا ممكن بيحبوها وكل حاجة لكن بيستفادوا منها. تمام؟ فبالتالي في قرارات بتبقى مهمة قوي 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 انها تكون حقيقيه وعادله. فتطبيق الفار ده اهم حاجه يعني. اتمنى يا رب ان هو يبقى سريع جدا، واتمنى ان هو يكون بشكل كويس قبل ما في حكم مصري ولا اجنبي، لان هي في النهايه حكام ممكن يعني تخرهم التقدير في حساب حاجه ولا بتاع، لكن لا تشكك ابدا ابدا في نزاهه او اخلاق اي حكم مصري. حتى وان كان الفار في انجلترا عمل دوشه وناس كتيره معترضه على انه بقى بيستعان بيه في اخطاء دقيقه جدا، وشفنا ازاي بيغير نتائج. ايوه، بس النسبه ايه؟ يعني دايما انت بتروح للنسب، يعني ما انت ما فيش حاجه بنسبه 100% يعني. صحيح. لكن لما يبقى عندك حاجه بنسبه 0.5%. انا ما بلاقيش ابدا ان في متعه في كره القدم في حق يا حد ياخده ما يستاهلوش. تمام، يعني ما بلاقيش كده فيها متعه ابدا. ما يعني كلمه اصل هي دي الكوره ودي حلاوه الكوره، انا مش شايف ان دي حلاوه. الناس تختلف تتفق، لكن انا في النهايه انا ما بشوفش ان دي حلاوه ابدا يعني. صحيح. هنفضل كتير في ضغط المباريات ديت؟ بص يعني ده طالما عليا وعلى غيري مش مشكله. يعني ممكن تعاني شويه، ممكن تتعب شويه ولا حاجه. لكن هرجع اقول اهميه ما في الموضوع ده هي بدايه السنه والقائمه اللي انت بتحطها. هي اللي بتساعدك، هي اللي بتقويك، هي السند اللي بتكمل بيه سواء محليا او افريقيا. لو كان فيها خلل من البدايه هتتعب جدا في نص المشوار او في اخره. لازم يبقى عندك البديل الكويس، لازم عندك المستوى الكويس، لازم عندك الناس اللي انت متخيل انها ممكن تبقى بعيده ولا حاجه، لكن هي بحكم مستواها ممكن تقرب، بحكم الظروف ممكن تقرب، بحكم الحاله ممكن تقرب، ضغط المباراه تقرب، الايقافات تقرب. فلازم تكون كلهم موجودين في الملعب وقريبين جدا جدا من الناس اللي بتلعب يعني. فهنا بتيجي انتصار الفرقه والبطوله بتاعت الفرقه. يعني الناس دايما بتسال هو الاهلي ليه بيكسب دقيقه 90؟ الاهلي ليه بيكسب مثلا يعني، او الاهلي ليه بيحفظ الموضوع في الاخر يعني. موضوع في روح الفانيلا الحمراء اللي هي عمرك ما سمعت عن اي حاجه غير روح الفانيلا الحمراء، لكن ليها اسباب برضه. ليها اسباب لان الشخصيه اللي موجوده لحد الدقيقه 90 هي شخصية اللي تقدر تستحمل كمية الضغوط اللي موجودة في أثناء المباراة، والشخصية اللي موجودة في آخر الدوري أو آخر البطولات أو آخر المشوار هي الشخصية اللي تقدر تستحمل ضغط كل السنة وضغط الموسم كله، وتيجي بقوة شخصيتها تحسم الأمر لصالحها في الآخر يعني. أي شفتك مبسوط من في الجزئية دي بالذات، جزئية الشخصية والجدية من مجدي قفشة، وافتكرت إن أنت يعني اتكلمت معاه من قبل كده بفترة طويلة كمان. مرة قابلته من 4 سنين، كنا عندنا مباراة في بيتر سبورت، كان عارف في فترة من الفترات كنا بنلعب في بيتر سبورت مباراة الأهلي. أو مباراة مثلا طرفها دجلة، طرفها المقصة، طرفها مثلا يعني أي نادي الداخلية لو تتذكر يعني. أيوه. كان بيبقى ملعبهم ملعب بيتر سبورت، ما كانش طرفها إنديا. أيوه. فأنا كنت بحب طريقة لعبه جدا من زمان يعني. أيوه. يمكن حتى على مستوى المشوار بتاعه
يعني كنت متابعه، هو كان في انبي وبعدين راح الرجاء، تخيل شهور اعاره، فخامه كويسه. لكن انا برضو من الناس اللي بقترح دايما ان اي لعيب وهو صغير لازم يمر بمرحله تطوير في ادائه. يعني انت بتتعاطف معاه، لكن هو كمان لازم يبقى عنده تطوير في الاداء. لو ده حصل يبقى لعيب كبير جدا. لو ده ما حصلش خلاص التعاطف اللي معاه ده بيتقلب لتقييم. فبالتالي بقى بتروح يا في حته بتساعدك ان انت تبقى نجم ومتالق وناديك ومنتخب واحتراف، يا اما تفضل محلك سر ونفس المستوى اللي انت ظهرت بيه في البدايه. هو بيتطور ما شاء الله مع الفريق. ان شاء الله الرحمن يعني. قول لي البطوله الافريقيه ماتش بلاتينيوم، يعني المجموعه في الاشتباك العربي احنا 3 6 دلوقتي، 9 الهلال 6 الاهلي 6 النجم 6، شايف الاشتباك ده ازاي؟ والله بص، يعني انا دايما بقول المهم انت وطريقك ومشوارك اللي انت ماشي فيه، يمكن تجي لك بعض النتائج اللي تساعدك. اعتقد ان نتيجه الهلال مع النجم الساحلي مش قلبت المجموعه، مش عايز اقول لك كده، لكن يعني ادت قوه للمجموعه، قوه ثلاثيه في المجموعه ما بين دخلت الهلال بقوه، دخلت الهلال بقوه طبعا. يعني الهلال فرصته بقت قويه جدا في الوقت الحالي طبعا. هيلعب فرقتين، هيلعب الاهلي والنجم على ارضه، وهيلعب بلاتينيوم بره ارضه. بالظبط، عنده فرصتين على ارضه وفرصه بره ارضه. لكن في النهايه ارجع واقول، مع تحكيم كويس قوي، مع ارضيه كويسه جدا، تمام، ما يبقاش في جوه ارضك وبره ارضك. هي دي المعادله. يعني انت لو في افريقيا في التحكيم الافريقي يعني ميزان ممتاز وهائل جدا في الحساب، كل حاجه بيشوفها سواء كانت صاحب الارض او بره الارض او الضيف، يعني مفيش مشكله اطلاقا يعني. فاتمنى يا رب يعني المباريات اللي جايه وخصوصا كل المرحله اللي جايه في افريقيا يبقى فيها الحته ديت بشكل كويس يعني. ان شاء الله يا كابتن سيد كل التوفيق باذن الله. ربنا يخليك وتحياتي. وانت طب حبيبي يا كابتن سيد، قول لي اخيرا الملف التجديد لبعض اللعيبه واللي عقودها بتنتهي قريب، فتحي وكرامي وعاشور. برضه ارجع اقول لك ده ملف اللي هيتفتح ان شاء الله الرحمن. يمكن انت عندك كل يومين ثلاثه انت ما بتلحقش، يعني النهارده احنا جايين من مباراه امبارح مثلا، بعد بكره داخلين معسكر جديد، بعد بكره بنتكلم في دوافع جديده وتركيز، حاله من التركيز العاليه جدا لصعوبه المباريات يعني. لكن ملف واجب التحدث فيه، واجب الاهتمام بيه، واجب كمان التعامل معاه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني يحسم بعد في نص الموسم مثلا؟ بسم الله الرحمن، يعني ملفك لازم يتفتح، ما انت كده كده لازم تفتحه، لان انت عندك يعني نظره كمان لبقيه الموسم كاستقرار وكل حاجه، ونظره كمان مستقبليه. انما الكلام اللي بيتردد بقى ان في ناس اشترطت وناس تلقت وكده، ده مش دقيق؟ لا خالص، لا خالص خالص. والاهلي متمسك بكل نجومه طبعا. بص، انا لا بزعل من انتقاد ولا بزعل من خبر ولا بزعل من حاجه، لان انت في عالم دلوقتي الخبر بقى اسرع حاجه ممكن تتعمل. يعني كل واحد معاه موبايل ممكن يبقى في يعني اعلامي، لان هو ممكن يبقى عنده ناس متابعينه، ممكن يبقى عنده ناس كثيره جدا بتشوفه، ممكن يكون عنده يعني ناس متواصله معاه، وده وضع طبيعي في العصر اللي انت فيه يعني. اهم حاجه بس دايما انا اقول اهم حاجه عندي هو غرفه خلع الملابس بتاعت اللعيبه. يعني انت مش مع اللعيبه على طول، لكن غرفه خلع الملابس بتاعت اللعيبه، اللعيبه مع بعض، اللعيبه واسلوبها في التعامل، اللعيبه وطريقه تركيزها، اللعيبه ومدى قوتها مع بعض في اهتمامها في مرحله او حماسهم او مسؤوليتهم للمرحله اللي انت فيها او للمباريات اللي جايه، وده الحقيقه بيساعدني فيه اللعيبه الكبيره. يعني طبعا 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 طبعا، يعني غرفه خلع الملابس هي سر نجاح اي فرقه كبيره على فكره. كل ما كانت هاديه وكل ما كانت فيها تعاون وكل ما كانوا بيتعاملوا كانهم اسره واحده، اعتقد النجاح بيبقى باين وظاهر. ريني فايلر بيهتم جدا بالمناخ ده، مش كده؟ طبعا، التفاصيل الصغيره اللي الناس تشوفها ان هي عاديه وصغيره. لا، انت كل يوم بتتعامل مع الناس، يعني النهارده مثلا يعني انت بتتكلم على اخطاء امبارح على طول. امبارح خلاص، امبارح بكل ما فيه بحلاوته تمر احداثه بينتهي، انت عايز تشوف بكره، فلازم تتعدله، لازم تتعدله من ان انت تتعلم من امبارح. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبص لها في امبارح، يعني انت تشوف ايه اللي ممكن يحصل او حصل امبارح عشان تتفاداه او تتجنبه بكره. هو انت بتتكلم على روح الفريق، ولسه مخرجنا شوارب بيفكرنا باللقطه لسعد سمير واللي قاعد تحت رجليه حسام عاشور الكابتن، هو اللي بيساعده بعد الاصابه. طبعا، يعني زي ما قلت على سعد سمير في البدايه، لكن خليني اقول على حسام عاشور.
يعني انت محظوظ انا كمسؤول ان يبقى عندي واحد في الفرقه بصفات حسام عاشور الحقيقه كقائد او كابتن للفرقه. اه محظوظ طبعا. محظوظ ان انت اشتغلت مع ريني فايلر؟ محظوظ ان انا اشتغلت في النادي الاهلي بشكل عام. طبعا طبعا. بس ريني فايلر على وجه التحديد الفرق بينه وبين المدربين الاجانب اللي انت اشتغلت معاهم ايه؟ فايلر مدرب ذكي جدا، مدرب شاطر جدا، طموح جدا، يعني بيحفظ بشكل كويس قوي، بيهتم بحاجات صغيره، يعني ترتيب حتى الجهاز نفسه يعني مصنفه بشكل كويس قوي، اللي بيستخدم كل الاوراق اللي معاه كجهاز، وكل واحد دور بيأديه، وكل واحد يعني بيتعامل معاه بالدور اللي هو فيه، ف شاطر جدا على المستوى الفني ككوره كويس جدا. شخصية هادية بس الكلام بتاعه قوي، فانت دايما دايما يعني التون بتاع الكلام او التون بتاع الصوت انا على المستوى الشخصي يفرق معايا جدا، يعني في كلام بيبقى فيه نوع من الكلام العادي والطبيعي والبسيط، وفي وقت لازم التون بتاع الصوت يعلى. طبعا التون بتاع الصوت يعلى بتاع المرحلة نفسها، بتاع اهميتها، بتاع قوة التركيز اللي انت المفروض تبقى فيها. يعني المدرب مش ملعب واستاديه بس على فكره. هو شاطر في ده، لا في حاجات كتيره جدا حوالين الملعب، في حاجات كتيره جدا في الحته الفنيه، او في حاجات كتيره جدا قبل المباراه او بعد المباراه لازم تبقى عند المدرب. هو الحقيقه يعني شاطر جدا في ده، مميز جدا في ده. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله في الفتره اللي جايه، وهو يكون موفق ان شاء الله الرحمن معانا كمان على المستوى المحلي والمستوى الافريقي يا رب ان شاء الله. حريص هو معاك جدا على حته الانضباط في المواعيد؟ طبعا، لان انت في الاول والاخر الالتزام بتاع النادي الاهلي مش احنا اللي هنعمله بس، يعني بالظبط. يعني انا اقول ان انا لو انا مش موجود حتى وفي التمرينه اللعيبه بتيجي في ميعادها. اللعيبه بتيجي في مواعيدها، اللعيبه بتيجي في وقتها اللي هي عارفاه. كان بقى يعني الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 في التزام قبلها بساعة قبلها بساعتين على حسب ما بتحط السيستم. يعني عنده اندهاش هو من الإصابات الكتيرة ديت؟ بص هو طبعا أنت في الأول والآخر يعني في إصابات أنت ما تقدرش تعمل فيها حاجة، في حاجات مش عضلية مثلا زي بتاع سعد سمير مثلا، بتاع حمدي فتحي مثلا، أيوه. في حاجات زي كريم نزفت، في حاجات مش عضلية. كريم نزفت أخباره إيه بالمناسبة؟ كريم يعني الحمد لله كان اخر كلام ان هو ان شاء الله الرحمن يعني على الاسبوع اللي احنا فيه ده هيبدا ان شاء الله الرحمن معانا، يعني ده اتمنى يا رب انها تكون موجوده، لان كريم الحقيقه حظه وحش في الفتره اللي فاتت، كان في كذا تعطيله كده يعني، لكن ان شاء الله الرحمن على اخر الاسبوع اللي جاي باذن الله يكون معانا ان شاء الله. على اخر الاسبوع اللي جاي يدخل؟ ده اخر كلام يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وحمدي فتحي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وحمدي فتحي ومحمد محمود؟ لا محمد محمود طبعا انت عارف انه عامل رباط صليبي يعني، فلسه قدامه. طبعا. وحمدي فتحي برضه لسه قدامه فتره يعني. اتمنى يا رب ان احنا مثلا يعني يعدوها على خير، اهم كان اهم شيء ان هم يرجعوا سلام 100% ويرجعوا بشكل كويس. الناس ما بتفتكرش هو الغابه دي على فكره، عشان كده انا بقول لهم حتى مع احتياجنا ليهم، لكن انا بقول لحمدي او بقول لمحمد محمود مش مهم ترجع بعد شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، المهم لما ترجع ترجع بشكل كويس قوي. مشكله شهرين او ثلاثه في العمر، ويمكن انا على المستوى الشخصي مريت في ده كتير يعني، يعني على مستوى اللعب ولا حاجه اتعطلت كتير قوي، ممكن تقعد شهر او اثنين لكن ترجع كويس، ممكن تقعد ثلاثه ولا اربعه لكن ترجع كويس، محدش يفتكر بقى انت قعدت ثلاثه ولا اربعه، المهم لما ترجع ترجع كويس. بالظبط. كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا ابراهيم، تحياتي ليك والكابتن عدلي بقى، خليني على والكابتن عدلي لما يرجع. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي مدير الكره في النادي الاهلي. والحقيقه الكابتن سيد رقم مهم في تاريخ مدير الكره في النادي، مدير الكره في النادي الاهلي العمود الفقري بتاع فرقه الكوره من زمان، لانه النادي الاهلي لائحيا بيتنظم صح، اداره الكوره بالنسبه له مجلس الاداره منفصل. كابتن صالح سليم عليه رحمه الله اول لاعب كره قدم يرأس النادي سنه 80، فيعني انتم متخيلين من سنه 1907 لغايه 1980 رئيس النادي ما هوش لاعب كره قدم، ما عندوش خلفيه في كره القدم، بل انه كان في كتير من مجالس الاداره معظمها ما فيهاش لاعب كوره. طب ازاي الاهلي بيعمل كل البطولات دي وما فيهوش لاعب كوره ولا يرأسه لاعب كوره، وممكن يكون في مجلس ادارته ما فيش لاعب كوره؟ بس هو ده كان سيستم العمل في النادي الاهلي، نظام الشغل في النادي الاهلي
انه مجلس الاداره بكل تاني وبكل تدقيق بيختار قيادات للالعاب المختلفه، ده سكرتير لعبه اتطورت بقت ده مدير اللعبه، ده رئيس الجهاز، بقى مدير الكره هو رئيس النادي الاهلي لكره القدم. منصب مهم جدا، اضاف له الكابتن صالح سليم في تجربته لما تولى الاشراف على الكره، واضاف له كتير جدا في التنظيم اللائحي وفي خلق مساحه كافيه جدا لمنصب مدير الكره بسلطات مهمه جدا الكابتن حسن حمدي. فكانت مساله اللي بعد كده خد من هذا الـ 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 او مشي على نفس المنوال. شفنا مديرين كوره كتير في النادي الاهلي اضافوا حاجات كتيره، لكن زي ما بقول لكم سيد عبد الحفيظ في السنوات الاخيره واحد من العناصر المهمه جدا في منصب مدير الكره في النادي الاهلي، بيتصدى بوعي شديد جدا، بيتكلم بلباقه، بيدافع بيقظه، بيعرف حدود منصبه كويس جدا، عارف بيتكلم امتى ويسكت امتى، وفي نفس الوقت ملتزم تماما بكل ضوابط النادي الاهلي، فليه كل التوفيق ان شاء الله في المرحله اللي جايه. بعد الفاصل هنشوف 9 في الدوري يا اهلي وراي نخبه من الخبراء في اللي وصل له فريق النادي الاهلي مع ريني فايلر. اهلا بحضراتكم من جديد. 9 في الدوري يا اهلي. الاهلي بيحافظ على العلامه الكامله ما شاء الله، يمسكوا الخشب وبيوصل للنقطه 27 ويبتعد بصداره المسابقه. نتائج مباريات الاسبوع ال11، نادي مصر فاز على طنطا 2-1، الجونه تعادل مع الانتاج الحربي 0-0، المقاولين فاز على الاتحاد في الاسكندريه 1-0 وحافظ على مقعد الوصيف خلف الاهلي، الاسماعيلي تعادل مع انبي 1-1، الاهلي كسب المقصه 2-0، حرس الحدود فاز على بيراميدز 1-0، المصري فاز على سموحه 2-1 بعد ما كان سموحه متقدم، المصري قدر يتعادل ويكسب في الدقيقه 90. الزمالك فاز على اسوان 2-0. بكره الجمعه ان شاء الله المباراه الاخيره في الاسبوع 11، وادي دجله هيلتقي طلائع الجيش. فوز الاهلي بالعلامه الكامله استهلاله السنه الجديده بالانتصار، التاكيد على قوه الانطلاقه الحمراء في المسابقه، خلت المردود الصحفي كله بهجه وكله فرحه وكله اشاده بالنادي الاهلي. مجله الاهلي خرجت النهارده بمنشطه سنه حلوه يا بطل، وتاني اللي لسه عنده امل يعمل للاهلي عمل، اعملوا عمل وريحوا دماغكم، لانه اللي حاصل مع فرقه النادي الاهلي بمشيئه الله تعالى بكل هذا الدعم وبكل هذه الجاهزيه من اللعيبه برغم كل هذه الصعوبات اللي بتخلي فريق بالكامل بيغيب، 12 لاعب بيغيبوا، لكن الاهلي بمن حضر واللي موجود بيسد، حتى وان كان الاداء بيهتز في بعض الفترات، لكن في الاخر شفتوا ريني فايلر قدر ازاي يغير المباراه تماما في الشوط الثاني بتغييرين اثنين، عادت الامور الى وضعها الطبيعي وفاز الاهلي بهدفين، وكان ممكن يكون اكتر من كده كمان بكتير. بخلاف مجله الاهلي كمان كل الصحف اللي صدرت النهارده بعد هذا الفوز تحدثت عن الانطلاقه الحمراء، الاخبار قالت هزم المقصه بهدفين في نصف مباراه وفايلر يصحح اخطائه، قطار الاهلي السريع لا يتوقف. والقطر اللي طلع من الاخبار عدى على الاهرام، فقالت الاهرام قطار الاهلي يتخطى المقصه بهدفي معلول وقفشه ويعود للصداره. فايلر اخطا في الشوط الاول وعاد الى طريقته المعهوده في الثاني فحقق الانتصار، تقريبا نفس الاخبار والاهرام نفس الرؤيه. الاخبار المسائي الابداع مستمر، الاهلي يحلق في الصداره بفوز سهل على المقصه ويرسخ العقده الميدو. طلعت المصري اليوم قالت الاهلي يدهس الجميع، خلاص القطر اللي اتحرك من الاخبار والاهرام لما وصل المصري اليوم كان بيدهس الجميع. الشياطين الحمر يهزم المقصه بهدفين نظيفين، معلول يسجل على 1.5 وفايلر يغير الاداء في الشوط الثاني. المسا جماهير الاهلي سعيده في السنه الجديده، يا رب دايما ان شاء الله. الاحمر هزم المقصه بهدفين نظيفين واستعاد القمه بعد 3 ساعات فقط. وده اللي خلى الاهرام المسائي تقول الاهلي يغرد وحيدا. هزم المقصه في الشوط الثاني بثنائيه معلول وقفشه وفايلر خدع ميدو. ميدو بالمناسبه النهارده المقصه بعد ما كانوا قالوا انه في اتجاه للاستغناء عنه، يمكن بعض الناس اتكلمت على انه في اجتماع
حصل بين مسؤول مصر المقاصة والكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي، لكن ميدو له تصريح قال أنا بالنسبة لي شنطة هدومي في العربية جاهز في أي وقت أمشي، وإذا حصل نوع من عدم التوافق بينه وبين الإدارة همشي. لكن حتى الآن مسؤول المقاصة قالوا مفيش قرار صدر، وميدو حتى الآن هو المدير الفني للمقاصة وعنده مباراة مهمة يوم الأحد مع المقاولين اللي زي ما قلت لكم حقق فوز مهم جدا في اسكندرية وحافظ عماد النحاس على هذه الانطلاقة القوية لذئاب الجبل. فوز الأهلي وانطلاقته وحصوله على العلامة الكاملة مؤكد أنه كان ليها مردود متباين لدى المحللين بين الأداء في الشوط الأول وتغييرات فايلر في الشوط الثاني وكيف أحدثت هذا الفارق. نشوف الرأي الأول للدكتور طه إسماعيل. كابتن طه، إيه اللي اتغير في طريقة أداء النادي الأهلي، طريقة اللعب نفسها بنزول جيراردو مع وليد سليمان؟ هو ما اتغيرش حاجة، هو اللي اتغير بس فقط نمرة واحد إن اللعيبة بقت في مراكزها الصحيحة. نعم. وده الوضع وهو حس بيها طبعا فايلر، وهو اعترف قال انا عملت تغييرات واثمرت هذه التغييرات في الشوط الثاني، دليل على ان الوضع الاولاني كان فيه مشاكل. نعم. في احمد فتحي باك شمال ومعلول في نص الملعب قدامه، واخد بالك، دي برضو عملت قلق شويه في عمليه الشغل من ناحيه الشمال، ولذلك كان كل هجمات فريق المقاصه في الشوط الاولاني من ناحيه اليمين بتاعتهم ورا احمد فتحي. نعم. فهو ظبط الامور ورجع الناس كلها في مراكزها الصحيحه، علاوه على انه اطفى على النواحي الهجوميه قوه كبيره جدا بجيرالدو في ناحيه الشمال، ثم بوليد سليمان في العمق، ودي برضو اثمرت اداء رائع جدا. الحاجه الثانيه القوه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي في نص الملعب والضغط والاستحواذ بشكل جيد، ويمكن برضو اتكلمت انا على اليو ديانج. نعم. ظهر بمظهر كبير جدا. طيب. طبعا جنبه سولية، ابتدى الفريق يؤدي بشكل كويس، حتى محمود متولي النهارده برضو استرى انتباهي بشكل كويس جدا، لعيب كوره. نعم. فوتبولر. نعم. يعني ممكن طبعا في نص الملعب يزيد ويعمل تمريرات كويسه بشكل كويس. فالنادي الاهلي ابتدى يحكم اداؤه بشكل كويس، وابتدى يبقى اجريسيف في الاداء. اجريسيف يعني معناه شارب، يعني كل كوره مش انا بروح لها الاول. السيطره اكتملت النادي الاهلي، اشتغل على الاطراف جيرالدو من الناحيه الشمال، واشتغل من الناحيه اليمين، واشتغل من العمق، ابتدت الامور تتفتح، السيطر على الكوره بشكل جيد جدا لدرجه ان فريق المقاصه ما كانش له وجود في الشوط الثاني. نعم. وابتدى يخلق الفرص، سواء الكرات اللي انقذها محمود حمدي. نعم. الجول كيبر، او الاهداف اللي سجلت، وابتدى النادي الاهلي يظهر بعافيته. طيب. رغم انه عنده القوه الضاربه. نعم. مش موجوده في الملعب، اللي هو رمضان صبحي وحسين الشحات. نعم. واجاي. نعم. دي قوه الضاربه المتقدمه. صحيح. مش. نعم. موجوده، لكن اللي موجودين ادوا بشكل كويس في الشوط الثاني، وتغيير موفق ورائع جدا بهدوء جدا من مدرب رائع. في الشوط الاولاني. نعم. كلنا قاعدين نتكلم مش معدول لما كذا، لكن هو صابر جدا لانه حاسس ايه. نعم. اللي هيعمله في الشوط الثاني، وفعلا نجح في هذا بشكل كبير جدا. تاكيد الدكتور طه على انه فايلر عارف هو بيعمل ايه، وحتى الرصه بتاعته الشوط الاولاني انه يبقى علي معلول جناح شمال وتحت منه احمد فتحي الباك اليمين يروح الناحيه الشمال، هي وجهه نظر عند الخواجه عايز يطبق حاجه معينه، عايز يتاكد من حاجه معينه، لكن هو عارف هيرجع للوضع الطبيعي بتاعه امتى. يعني مش واحد، دي مش شخبطه، دي مش شخبطه تكتيكيه، لا، هي وجهه نظر بافتراض شكل معين عايز يشوف مدى فعاليته. علي معلول كجناح كان ممكن يكون افضل من اللي ظهر بيه في الشوط الاول لو اللي تحت منه باك ليفت صريح، يعني لو اللي تحت منه ايمن اشرف أو محمود وحيد كان ممكن يكون في ربط بينه وبين علي معلول أفعل شوية من أحمد فتحي اللي هو أصلاً باك يمين. عشان كده الدكتور طه لما لاحظ ده قال شغل المقاصة كتير في الشوط الأول كان في المنطقة ديت، لكن لما يتعدل الأمر للوضع الطبيعي يرجع أحمد فتحي قلب الأسد للناحية اليمين، ويرجع علي معلول لمركزه تحت شوية باك شمال، ويغطي وراه السرد باك مفيش مشكلة، ويجي بوشه دايماً. فده خلى الوضع الطبيعي للفرقه يرجع في رصه مظبوطه، رصه عدله، الناس كل واحد في مكانه الصح، تبدا الفعاليه تمشي بشكل واضح جدا. لكن اشاده الدكتور طه طبعا مستحقه لمحمود متولي اللي مره عن مره بيثبت اقدامه، وقالوا ديانج. قالوا ديانج هيكون واحد من ان شاء الله ربنا بس يبعد عنه شر الاصابات ويكمل بإذن الله تعالى بالشكل اللي هو فيه، لأنه
هو وحمدي فتحي قبل الاصابه وعمرو السوليه طوروا اداء نص الملعب بشكل كتير جدا، وده اللي خلى الخواجه دايما وابدا مهتم بالمنطقه ديت. كان حمدي فتحي له دور مهم جدا ومحوري، وكان ممكن احمد محمود يضيف فيها، محمد محمود يضيف فيها كتير. وان شاء الله كريم نيدفيد اللي كابتن سيد بشرنا انه على نهايه الاسبوع ان شاء الله يبدا يدخل مع الفرق يقدر يضيف كتير في الجزئيه ديت. لكن تاكيد الدكتور طه على انه فايلر عنده قدر عالي من الهدوء، عنده قدر عالي من الثقه، عارف هو بيعمل ايه. هفترض بعض الافكار في بعض الفترات، لكن هرجع للي انا عايزه في الفتره المناسبه، فمسيطر على الجيم بشكل كويس قوي. ده كان راي الدكتور طه. نشوف كمان راي واحد من المحللين الاذكياء جدا، وليد صلاح الدين. ابرز ايجابيات فايلر من وجهه نظرك والسلبيات، خلينا نتكلم برضو السلبيات والايجابيات. 45 دقيقه كانت ضائعه في الشوط الاول والعكس تماما، 45 دقيقه بتعوض الشوط الثاني. السلبيات واضحه ان هو ممكن لعيبه يحطها مش في اماكنها، بيجرب، لكن على الجانب الاخر انت في لعيبه ممكن تستفيد منها بشكل افضل من كده. يعني واحد زي جيرالدو انا وجهه نظر ان هو لعيب كويس، لو لعب ناحيه اليمين كمان بيدي اداء احسن، لكن ده واحد من اللعيبه الشول اللي بيلعب الثلاث اماكن. مظبوط، هو لعب ناحيه اليمين اجاد، لعب ناحيه الشمال، بيلعب حتى رقم 10 في بعض الاوقات مع مستر لاسارتي، فبيأديها بشكل كويس. كنت ممكن ابتدي بيه النهارده على اساس ان انا اديله مساحه هحتاجه بعد كده. نعم. السنه اللي فاتت جاب اهداف مؤثره جدا للنادي. نعم. الاهلي، منها سموحة. هدف سموحه في الدقيقه 97. نعم. وكان يعني مؤثر بشكل كويس، صنع ضربه الجزاء وكان له دور مؤثر جدا. بالظبط. نعم. ممكن لعيب زي عمار حمدي مثلا. نعم. في ظل الغياب الشديد لعدد كبير اديله اشوفه. ممكن صلاح محسن، يعني ممكن بعض السلبيات اللي يتلافاها مستر فايلر لو ظبط التشكيل، لكن خلاص دي السلبيات، لكن الايجابيات كتير قوي قوي. الفرقه ما شاء الله يعني على المباراه التاسعه بيكسب 9 مباريات، السكور حلو قوي كتير جدا ما شاء الله، عدد الاهداف كبير جدا، السكور بقى 25، ما دخلش فيه غير هدف واحد بس. تألق كبير جدا لعدد كبير من الفرقه، اولهم محمد الشناوي. محمد الشناوي صحيح، يعني متهيألي كم مباراه كلين شيت كده، حاجه 8 ماتشات، حاجه هايله. وعلى فكره بيتعرض لاختبارات صعبه، وحضرتك بقى اكتر مننا فيها، على الاقل لكن على الاقل اختبار او اثنين في كل مباراه. ومهم جدا. نعم. ان حارس مرمى النادي الاهلي هيقعد ال 90 دقيقه، ممكن ما تجيبوش غير واحده او اثنين لو. نعم. تعامل معه. عجبني جدا التعامل بتاعه. نعم. مع هجمه بيكلي. نعم. لان هو لو ما طلعش بيكلي لعيب كويس قوي، ممكن يحطها جول، لكن الشناوي قاري. نعم. كويس قوي. نعم. ده واحد. اتنين، اليو ديانج من المباراه. نعم. للثانيه بيحط رجله بشكل كويس قوي. السوليه شويه بشويه بيقول ان منتخب مصر. نعم. يعني هيبقى لا غنى عنه. مجدي قفشه كل شويه تطور، وعجبني جدا التصريحات. يعني اللعيبه بتعيش احلى فتره ليها مع النادي الاهلي، لكن مهم جدا ان هم يبقوا عارفين ان انا بكسب ممكن وانا ما اكونش كويس قوي. مزبوط. فاللي جاي بعد بقى عوده حمدي فتحي ورمضان والشحات، يبقى الاداء يرجع تاني. نعم. بشكل ممتع اكتر من كده. طيب كابتن وليد صلاح، ودايما وابدا له اراء وله ملاحظات ذكيه جدا، بيلقط بعض الحاجات اللي بتغيب عن ناس كتيره، لكنه تاكيده على الاجابات الكتيره دي مساله طبعا طبيعيه جدا. لكن عايز اقول لكم على حاجه، لو نفكر شويه، هو ريني فايلر لما بدا بقوه شديده جدا، عشان الناس اللي قالت بعض التحفظات الاداء هدي شويه عن الطفره الكبيره جدا اللي كان بدا بيها فايلر. ما تفتكروا كده فايلر لما بدأ كان معاه مين؟ ده التشكيل المرعب في الجزء الهجومي في مباراة امبارح كله مش موجود. يعني حمدي فتحي كهاف ديفندر مش موجود. أجاييه راس الحربة المتحرك مش موجود. رمضان صبحي وحسين الشحات مش موجودين. انتوا متخيلين الأربع عناصر المهمين اللي كان معتمد عليهم، يعني التشكيل الهجومي المثلث الامامي ده كله مش موجود. فبالتالي كون انه يقدر باستمرار يقدم البديل، وكون انه يقدر باستمرار يجهز عناصر على نفس الشكل التكتيكي وقادره تهضم نفس المهام وقادره تشتغل بنفس الاسلوب بتاع الراجل، لا الامور في مرحله عاليه جدا. لكن زي ما بقول لكم، مزيد من استعاده اللعيبه المصابه، مزيد من استكمال القوه الضاربه للفرقه، هتلاقوا الوضع ان شاء الله
من مباراة لتانية بيختلف وبيتحسن كتير. نشوف بقى إذا كان رأي نجمين الأهلي الكبار الكابتن طه إسماعيل والكابتن وليد صلاح الدين، الرأي المحايد في الناحية التانية بيبقى مهم جدا. ومحمد صلاح أبو جريشة واحد من العناصر الموهوبة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكد أنه رأيه مهم. كابتن محمد أبو جريشة، بالأهلي يعني لقينا طريقة اللعب اتغيرت تغييرات، لكن النقل بقى كثير جدا. الوصول للمرمى لما عرضنا الفرص، فرص بالجملة ضاعت من النادي الأهلي. هل برضو كل ده راجع للتغييرين بس اللي سجلهم اللي عملهم النادي الأهلي، هم اللي غيروا شقلبوا الميزان كله في المباراة؟ نعم، هو كان ممكن يبدا بنفس الطريقه دي، بس هو القصه كلها مش في التغييرات يا كابتن. القصه كلها ان في روح وفي هدف بيتلعب عليه، وفي اداء جماعي، وفي امكانيات لعيبه، وفي توفيق. كل ده بيكمل المنظومه اللي احنا متفقين عليها، ان انت بتلعب علشان بطوله. طول ما انت بتلعب علشان بطوله يبقى كل ده بيتكون. انت بتكسب على طول، الناس بتقدر بتقلى من تواجدك في المركز الاول اللي انت بتلعب عليه. في نفس الوقت انت عندك امكانيات لعيبه محترمه، انت ما بتحسش مثلا بغياب رمضان صبحي يعني. حاجه مهمه من اللعيبه، ان انا بقول ان هو عامل فارق مع النادي الاهلي، لكن لما بيكون مش متواجد، لا، في وليد بيبقى موجود، جيراردو النهارده موجود، حتى النهارده لما لعب بالطريقه بتاعت احمد فتحي لما لعب باك ليفت. مش الامكانيات الفذه اللي مصر مقصه ان انت ممكن تجيب فيه جون بسهوله. فامكانيات النادي الاهلي والاقناع بتاع اللعيبه والهدوء والاطمئنان اللي بيلعبوا فيه كفيل جدا ان هو يخليهم في المركز ده، وكفيل جدا ان هو يخليهم بالاداء الجماعي اللي احنا شايفينه اللي بينتج دايما على فوز. هل الانديه اصبحت بتخاف من النادي الاهلي يعني من مقصه الشكراني؟ ادي كوره فرصه، وفرصه بيكلي، وفي فرصه ثالثه كمان. هل بقى في نوع من انواع الرعب وهو بيلعب قدام النادي الاهلي، يقول لك لو تعادلت هيبقى شيء جميل، او حتى لو خسرت 1-0 بس؟ مفيش كلام طبعا يا كابتن، المكسب بيجيب مكسب، وانا طول ما انا بكسب وسمعتي بان انا بلعب على بطوله ومستدين في المكسب ده، وعارف ان انا هكسب في اي وقت، والامكانيات بتاعت اللعيبه بتساعدني على كده، مفيش شك ان اي حد هيخاف. لكن ده ما يمنعش ان مفيش حاجه مستحيله ان انت تكسب النادي طبعا. اي حد هيخاف، لكن مفيش حد يبقى عنده مستحيل انه يكسب الاهلي. دي كوره، والاهلي لازم يستعد، وجمهوره بالمناسبه جمهوره لازم يبقى مهيئ باستمرار، لانه فكره عدم تقبل ان الاداء ممكن يهتز لمده ربع ساعه في مباراه فتنطلق كل الانتقادات، ولاقي لائس كتيره جدا بتسيح حتى لبعض اللعيبه، وده لازم يمشي، وده لازم يمشي، وده كفايه عليه كده. طب ايوه، كل ده هيمشي، مين اللي هيلعب؟ يعني لما تقعد تقرا تلاقي ناس 5-6 لعيبه عمالين يطالبوا ان دول يمشوا. مع كل هذا الفوز، ومع كل الصداره بالعلامه الكامله، ومع كل هذه الاشادات، لكن الاقي زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم على غرف الملابس، غرف الشات الاهلاويه اتمنى ان هي تكون داعمه جدا وقويه مع الفريق وايجابيه، لانه المناخ ده هو اللي دايما وابدا بيصنع الفارق عن اي فريق. انك ازاي تقدر تصنع مناخ ايجابي داعم للفرقه او محبط لفريق. نتمنى ان الكل يشتغل بايجابيه، والكل يشتغل بوضع حقائق معينه في الذهن. المدير الفني عارف مستويات لعيبته، عارف ظروفهم، عارف حالتهم البدنيه، عارف الحاجه الظروف الذهنيه دلوقتي، عارف قدره الاستيعاب التكتيكي، عارف ظروف المنافس، عارف احتياجاته من كل مباراه، طبيعه المرحله، متغيرات كتيره جدا تخلي الراجل الخواجه اللي كل يوم اللعيبه قدامه وعارف حالاتهم هو الادرى بكل هذه العناصر. لكن الجميع بيقول وجهه نظره، حتى الكباتن الكبار كمحللين هم بيتكلموا على وجهات نظر فنيه افتراضيه. لو الراجل كان بدا بكذا كان يبقى احسن، طب ما هو لو بدا بيه في اخر تاني هيبقى بالنسبه له ده مش احسن، لكن هي مجرد في النهايه وجهات نظر فنيه. الراي الفني كمان المهم للكابتن ضياء السيد في تايم سبورت. النادي الاهلي تفوق في الشوط الثاني بهدفين مقابل لا شيء، الاهلي اصبح بطل للشوط الثاني في جميع مبارياته واغلب مبارياته. يملك البدائل القويه، يملك القوه البدنيه، البدني بتاع اللعيبه ده، بس برضو ده انا يعني موضوع الشوط الثاني
ما ينفعش في كل المباريات يعني مش كل مره هتتلعب في المباريات الكبيره وفي افريقيا وفي الحاجات اللي زي دي. نعم. انه مش هتبقى الرجوع سهل. القصه كلها في وضع المراقب يعني النهارده تحديدا بخلاف كل المباريات اللي فاتت حصل تغيير في مراكز وتغيير في 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 تكتيك بشكل ازعج الفرقه بشكل كبير جدا وكان الشكل ما كانش كويس الشوط الاولاني. اول ما اتعدل الملعب بالتوظيف الصح ووضع اللعيبه في اماكنها بعتقد طبعا حصل تراجع شديد من المقصه بدون مبرر يعني فاهم ليه؟ من المفايلر عدل الملعب ونزل جيرالدو واحنا اتكلمنا على جيرالدو ونزل رجع علي معلول وده كان اهم بند في 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 تصحيح الملعب. فخلاص انت امتلكت الاستحواذ وامتلكت الفرص الخطيره والناس ابتدت تتحرك التحركات اللي هي متعوده عليها في البوزيشن بتاعها عشان كده ده انتج خطوره وانتج اهداف. نعم. كابتن ضياء يتكلم على جزئيه امتلاك العناصر البديله ودي مساله لو تفتكروا قبل في فتره الصيف قبل القيد الجرايد كانت مليانه قوي انتقادات للاهلي على انه بيحشد وبيركن وبيعطل لعيبه وبيضم لعيبه ما بتلعبش وكلام تاني كتير جدا. مع ريني فايلر احنا شفنا حتى القايمه لو مش 30 لو فيها 40 لاعب محتاج كل اللعيبه لانه دي مسائل محتاجه دراسه. سيبكم بقى من كل الدجل والكلام الفارغ، لا كثره الاصابات امور ليها اسباب علميه جدا وليها اسباب رياضيه لانه كمان الجدول اللي بتتلعب به المباريات وهذا العدد الكبير من المباريات في فترات قصيره مع لعيبه ممكن تكون يا اما طالعه من تحت السن في الاهلي او جايه من بره ما خدتش على الاحمال التدريبيه العاليه جدا بتاعه الاهلي، الاحمال البدنيه بالذات ما خدتش على ضغوط المباريات، ما اخدتش على ان انت بتلعب مش مطلوب منك الا هدف واحد فقط المكسب. اي لعيب في اي فرقه تانية بيتدلع وبيلعب براحته وبيلعب بمزاجه وبيريحه وبيتغلبوا ماتشين ثلاثه ويتعادلوا ماتشين ثلاثه وممكن يكسبوا مباراه او اكتر، الدنيا بالنسبه لهم فكه ومريحه قوي. بيجي النادي الاهلي يلاقي لو عدى 10 دقائق والفريق ما لعبش كويس وما جابش جوان في مشكله. الهدف دايما وابدا باستمرار لفريق النادي الاهلي هو المكسب. جمهوره لو الاهلي بيلعب في اي منافسه في اي بطوله مع اي فرقه في اي ارض مش شايف الا المكسب. ده طبعا دي اهداف عظيمه جدا ودي قيم بطوليه عاليه قوي ودي ثقافه الاهلي في احراز البطولات، لكن تحتاج دايما وابدا دعم نفسي لانه مش سهله ابدا ان انا احط اي بشر تحت ضغط فتره طويله جدا مش مطلوب منه الا هدف واحد فقط. الانديه الكبيره بره عندها اهداف في كل مرحله، عندها اهداف بيلعب في البطوله ديت عايز ياخد الدوري بس مش بالضروره ياخد الكاس، ممكن تلاقيه في مسابقه الكاس بيدي عناصر تانية في بطوله ثالثه بيدي عناصر اقل، عنده اهداف مرحليه بيحافظ بيها على فرقته وعلى اهدافه اللي هو مش بالضروره انه يحصد الكل. الاهلي ما شاء الله الهدف الدائم اي مسابقه هيدخل فيها عنده هدف انه يكسبها، ده شيء رائع جدا بس يكتسب قوته إنه يلاقي الدعم الدائم من جماهيره، إنه يلاقي دايما وأبدا الناس مقدرة الظروف اللي اللعيبة دي فيها، ما بتعديش ثلاث أيام إلا في مباراة، ثلاث أيام وفي مباراة وفي سفرية وترجع على مباراة ومباريات كلها زي ما أنتم شايفين، كل المنافسين ضد الأهلي في منتهى الاستنفار، في منتهى اليقظة، في منتهى الضغط، ربما في منتهى العنف في حالات كتيرة جدا. فحتى الظروف اللي هم بيلعبوا فيها وطبيعة المنافس اللي هم بيقابلوه لا الوضع مختلف جدا. ده كان رأي الكابتن ضياء السيد على أهمية امتلاك العناصر البديلة وأهمية عودة فايلر للوضع التكتيكي الطبيعي في الشوط الثاني اللي خلق فرص وخلق خطورة وحقق مكسب مستحق. نشوف بقى الكابتن محمد يوسف المدير الفني ومدرب الأهلي السابق وهو يحلل في تايم سبورت. فايلر ما بدأش زي ما نهى، مش عارف ما بدأش كويس الشوط الثاني ليه ما بدأش كده؟ ممكن بيكون بيجرب يعني، هو لغايه الدقيقه 57 لما نزل وليد سليمان ونزل جيرالدو بدأ طلع محمد هاني وده اللي قلناه بين الشوطين لما سألتنا ايه التغييرات المتوقعه فقلت لك ان وليد طلع حد محمد هاني او احمد فتحي ويظبط الملعب
بعوده علي منو ويبقى بيلعب 4 2 3 1 عاديه خالص. وفعلا لما اتعملت قدر النادي الاهلي يبقى سيطرته استحواذه على الكوره والشغل بتاعه في الثلث الهجومي بدا يبان له اثار بدماغه، يعني بدا يروح بقى بفرص منها والكره بتاعت وليد سليمان. كل ده بضربه الجزاء. نعم. كل ده عفوا بعد ضربه الجزاء. قبل ضربه الجزاء كانت مش من كوره ملعوبه، كوره مش من ضربه ثابته، كوره ملعوبه كان ممكن يحرز هدف. شايف اداء النادي الاهلي تطور؟ بص يعني مين، لكن اعتقد لما بيبدا ويخش على نهايه المباراه طبعا الموضوع بيختلف. ليه؟ لانه مقدر كويس قوي بدا يضيع منه نقطتين، وهو مطالب بعد فوز المقاولين النهارده ووصوله للنقطه 25 يعني يعتلي القمه تاني او يعتلي جدول المسابقه. النقطه اللي انا عايز اقولها ان بعد ما فايلر عمل التغييره في الدقيقه 57 ويمكن كلنا قلنا ده كان طبعا الشكل هيبقى متغير، هو حط اللعيبه في الاماكن المريحه. زي ما قلت لكم هي نفس الرؤيه للكابتن محمد يوسف غالبا مع كل الرؤى السابقه للساده المحللين الكبار في جزئيه عوده فايلر للشكل التكتيكي الطبيعي، اعاده رص الفريق بالشكل المنطقي والطبيعي والمعتاد. بدات الامور تختلف تماما وبدات الخطوره تظهر وبدا الفريق يسجل وكان ممكن يضيف اكثر من الهدفين كمان. قلت لكم انه رينيه فايلر لما بدا مرحلته مع الاهلي بدا بعناصر هجوميه ضاغطه وقويه جدا، كان المثلث المرعب جدا جونيور اجاييه وعلى شماله رمضان صبحي وعلى يمينه حسين الشحات، الثلاثه غايبين. طيب كان بعد كده في ثلاثه كمان ليهم ادوار مهمه جدا في التشكيل الاساسي من بدايته، اذا كان الشناوي حارس المرمى الدولي الكبير اللي ما شاء الله محافظ على نظافه شباكه، هدف واحد في 9 مباريات نمسك الخشب. لا مجدي قفشه اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عنه لاعب مهم جدا، لاعب في مركز صانع اللعب اضاف الكتير قوي، خلى الناس نسيت مقوله فلان ملوش بديل. لا اي حد له بديل لو الظروف ساعدت ولو اللاعب اخذ فرصه ولو الاختيار جه بهذا الشكل. لا في بدايل افضل بكتير جدا ومفيش حد كبير على اي حاجه. دايما وابدا كرة القدم ولادة، وياما مواهب كنا نعتقد ان هي لما بتعتزل الحياة هتقف والدنيا هتقفل ومحدش هيلعب كرة تانية، لكن دايما وابدا الكرة ولادة وبتقدم مواهبها. مجدي قفشة واحد من العناصر اللي انتجتهم كرة القدم واستفاد جدا في فترة تطور فيه بأدائه الجماعي كمان مع الفريق وما شاء الله خطورته بتبان. وعلي معلول الظهير التونسي الهداف اللي دايما وابدا بيسجل على 1.5، ايه حكايه علي معلول مع 1.5؟ نشوف رايه في تايم سبورت. مقابله كنا نعرف انت استنى فينا مقابله صعيبه مع منافس محترم عنده امكانيات وعنده لاعبين ممتازين. دخولنا في المقابله ما كانش كما يلزم، لكن بعد مع مرور الوقت صلحنا من التمركز بتاعنا وصلحنا في اللعب بتاعنا، لكن كما قلت هي الروح الموجوده ما بين اللاعبين. صحيح ان غيابات كبيره ومؤثره، لكن اللي موجود في النادي الاهلي ينجم يعوض الغياب بتاع اي لاعب. احنا نخدموا 30 لاعب اللي موجود يعوض اللاعب الغائب، لكن الحمد لله اهم حاجه هي مصلحه النادي وثلاثه نقاط اللي خلونا نكملوا في المشوار اللي احنا ماشيين فيه. كنا مع الغيابات اللي موجوده كان خير للمدرب اني نبدا وينج، لكن بعد الشوط الثاني 10 دقائق رجعت المكان الطبيعي وعملنا تغييره بتاع جيراردو. رجعنا نلعبوا بالخط الخلفي اللي متعودين به. الحمد لله كما قلت لك اهم حاجه هي الانتصار وثلاث نقاط. عديت 3.5 سنين ممتازين في النادي الاهلي، ما زلت ما تعطش اني نتوج بالقاب اخرى مع النادي. ان شاء الله تكون سنه 2020 ان شاء الله سعيد على النادي الاهلي ونحقق فيها الالقاب المتاحه لكل ان شاء الله. طموحاتك اخيرا للسنه الجديده؟ طموحاتي ان كما قلت لك نتوج ان شاء الله بجميع الالقاب، الدوري كاس سوبر واهم حاجه هي البطوله الافريقيه ان شاء الله. طموح اخير علي يتمنى ان ينهي حياته في النادي الاهلي؟ طبعا اي لاعب ينتمي للنادي الاهلي يكون عنده احساس انه يكمل في النادي الاهلي. ان شاء الله علي معلول مكمل في النادي الاهلي. بصوا عشان تشوفوا حق كل اهلاوي يفخر بالاهلي قد ايه، اسمعوا من اي لاعب لعب في النادي الاهلي من غير المصريين
المصري طبيعي عنده مشاعر من طفولته من صحابه من بيته من أسرته من معايشاته، شيء طبيعي. لكن اللي بره مصر اللاعب زي أنيس بوجلبان زي دلوقتي علي معلول، هو بيتكلم على انه قبل كده سالته الاذاعه التونسيه انت عايز تنتقل لاي نادي اخر في الخارج؟ قال لهم ليه انتقل؟ انا موجود في احسن نادي في افريقيا وسعيد وفخور ان انا في النادي الاهلي، فما عنديش اي تفكير ان انا اتحرك من النادي الاهلي. دلوقتي لما بيتسال 3 سنين ونص في النادي الاهلي عندك رغبه ان انت تخرج؟ قال لك اي لاعب يتمنى ينهي حياته في النادي الاهلي. واي لاعب محترف مصري او غير مصري، لانه الحقيقه ما بتلمسش اي تفرقه، وده راي كل الناس اللي بتدخل في التيم بتاع الاهلي انه ما بتحسش بالغربه. الاهلي كيان جاذب جدا لكل العناصر المفيده، وكيان طارد جدا لكل العناصر الخبيثه. اتفرجوا راجعوا كده الاسماء اللي الاهلي تخلص منها لاسباب سلوكيه، هتكتشفوا انه لا، ده مكان ربنا راضي عنه، ده مكان حريص جدا على قيمه وعلى التزاماته وعلى مبادئه، فربنا بيوفق مسؤوليه دايما وابدا للقرار الصح في الناحيه التربويه والسلوكيه، فلا يبقى فيه الا العناصر الصالحه جدا اللي فعلا تكون جديره ان تمثل النادي الاهلي وتسعد جمهور النادي الاهلي. راجعوا مع نفسكم كده كل العناصر اللي الاهلي استبعدها لاسباب سلوكيه او تربويه، وكتيره وحضراتكم عارفينهم وحافظينهم، بس هتلاقوا باستمرار الاهلي لا يلفظ الا العناصر اللي ممكن تسيء لقيمته وتسيء لسمعته وتسيء لتاريخه وتقلل من كبريائه ومن مكانته، ويحتفظ بمثل هذه العناصر اللي الاهلي ممكن يدفع اي حاجه في سبيل انه يرضي علي معلول، يرضي كل لاعب فعلا منتمي فخور بناديه حريص على انه يقدم له حاجه. وده السبب الحقيقي للي كلهم اتكلموا عليه، فكره الروح. هي ليه الناس، ليه محمد صلاح ابو جريش قال لك اللعيبه بتقاتل عشان تكسب؟ لانك لما تسمع علي معلول يقول لك اهم حاجه عندي مصلحه النادي، ده راجل تونسي يعني مش بيميز، اهم حاجه عندي مصلحه النادي، اهم حاجه عندي الفرقه تكسب كل البطولات. هي دي روح الفريق، وهي دي قيمه الاهلي عند العناصر اللي بتنتمي له بجد وبتخلص له وبتستفيد ايضا ان تحقق مجد وتحقق اسم كبير في كره القدم. واحد من اللي انتقلوا للنادي الاهلي وعنده هذه السعاده ايضا وله هذا المردود اللي حضراتكم متابعينه بكفاءه عاليه جدا، اللي سد مكان اللي قاله فلان ملوش بديل، مجدي قفشه طلع هو اللي ملوش بديل. الحمد لله طبعا اول حاجه على المكسب، انت عارف ماتش صعب في ريال مقصه فريق كبير، بس الحمد لله قدرنا نكسب وده الاهم يعني، الحمد لله يعني ده اهم حاجه في الماتش اللي احنا ناخد ال3 نقط بس، عملنا ده وخلاص الماتش خلص. ارد لك طبعا لنادي المقصه فريق كبير وفريق محترم، ان شاء الله نفكر بقى في الفريق اللي جاي ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. يعني انا بشكر كل اللعيبه وبشكر كل الجهاز الفني وكابتن سيد يعني بالاخص دايما بيتكلم معايا وكابتن سامي ومصان، الحمد لله الناس كلها بتكلمني كويس، الناس كلها عارفه ان انا لعيب كويس، فعشان كده دخلت بسرعه مع الفرقه وبحاول ادي اللي عليا وبعمل اللي عليا، بس انا لسه عندي كتير قوي ولسه الواحد لسه قدامه مشوار طويل، الواحد لسه صغير 23 سنه فلسه بدري، وان شاء الله اقدر اقدم حاجه كويسه يعني للنادي الاهلي ان شاء الله. بص هو دايما المدرب دايما بيتكلم مع اللعيبه كلها بصراحه، حته الروتيشن دي هو اللي بيعملها دي بتاعته هو، انا ماليش خاصه بيها طبعا، هو بيعملها دايما. تقريبا انا ريحت الماتش اللي فات عشان الماتشات دي، انا بصراحه لما ريحت الماتش اللي فات فرق معايا جدا، هو دايما بيحاول يريح اللعيبه كلها عشان اللعيب لما يلعب يقدر يدي 100% اللي هو اللي عنده يعني، ودي بصراحه انا شايفها حاجه كويسه، واتمنى يا رب للعيبه كلها التوفيق وكل لعيبه تبقى مركزه، لان احنا انت عارف السنه لسه طويله جدا، لسه ما عملناش اي حاجه، احنا كل ده لسه بدري، لسه ما خدناش بطوله، لسه ما لعبناش دوري، احنا بنلعب على البطولات لكن احنا لسه ولا اي حاجه، احنا بنكسب الحمد لله كل حاجه، لسه بدري، المشوار لسه طويل والسنه لسه طويله، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق بطولات اخر السنه ان شاء الله. شوفوا مجدي قفشه بيتكلم ازاي، شوفوا وعيه بفكرة البطولة عاملة ازاي. في كتير من الأندية التانية لما تيجي تسمع حد من الأهلي أو حتى لما تناقش حد وتقول له لا 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 الدوري لسه في الملعب، الأهلي يقول لك يا عم في إيه يا عم، أنتوا هتلاقوا حد يقدر عليكم يا عم، ده الدنيا ماشية يا عم، هو في إيه ده 9 ماتشات مكسب. الكلام ده بتسمعوه من أصحابكم الآخرين كتير، لكن ثقافة البطولة في الأهلي إنه مفيش حاجة تحصل إلا لما تضمن عدد مبارياتك، مفيش حاجة اسمها إن أنت تصطاد السمكة أو تشوي السمكة قبل ما تصطادها، ما بيحصلش، دي خدعة. وبالتالي
مجدي قفشه وهو بيتكلم بيقول لك لا لسه بدري، لسه البطوله بعيده قوي، لسه المشوار طويل، لسه مطلوب مننا حاجات كتيره قوي. اللاعب مدرك ده ومدرك هذه المسؤوليه، مش فكره برضه لا تنويم مغناطيسي ولا محاوله ناس تنيمك او تهمد الفريق، لا اللعيبه نفسها بقى في ثقافتها عارفه تكوين البطوله ازاي وعارفه الامور تمشي الصح ازاي. فاعتقد مجدي قفشه 23 سنه كويس قوي ان هو جه في هذه السن، لانه عنده كتير يقدر يضيفه، باذن الله تعالى يكون واحد من اهم اللاعبين في الكره المصريه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. حارس الدولي الكبير احمد الشناوي اللي ما شاء الله اضاف كتير جدا، محافظ على شباكه، لو سمعتوه بيتكلم على المراحل اللي جايه هتلاقي عنده نفس، المواقع تمتلئ بكلام كتير جدا على انه الشناوي مطلوب في النادي الفلاني والشناوي مطلوب في النادي العلاني، لكنه في النهايه هتلاقي الشناوي متمسك بالاستمرار مع النادي الاهلي. الشناوي الحارس الى الشناوي الحكم، هل الكابتن احمد الشناوي بعد ما شاف مباراه الاهلي والمقصه في اون سبورت وكان فيها بعض الملاحظات، هل الكابتن احمد الشناوي عنده نفس الملاحظات اللي اتقالت على قرارات الحكم؟ نشوف. نيجي بقى هنا ركله الجزاء، شوف مكان امين عمر رائع. في ثانيه حسب ركله الجزاء. نعم. وشوفوا الكره جايه فين؟ اهي. ايد بتاعت رامي صبري كانت كده برضه. نعم. مغطيه الايد والله بالشكل ده. نعم. فطبعا هنا ركله الجزاء والقرار قرار. نيجي بقى نقف هنا. ايوه. هنا اللي عملوا ايه معلول؟ امتى يبقى عمل عمليه الفند او الخداع للحارس؟ ايوه ده مهم قوي. اللي هو طبعا كابتن طاقة وتدريب ركل الكره يتطلب انك تحط رجل جنب الكره وتاتي بالقدم الثاني وتركل. تمام. صح ولا مش صح؟ هو ده لما بيحط القدم ده عشان يركل بالرجل الثانيه، الرجل الثانيه دي اذا ما ركلتش الكره مباشره يعتبر فند. تتبقى فاول عليه وتبقى ضربه حره مباشره عليه. يعني لا، لما يشوطها سواء دخلت ما دخلت لازم تتشاط، يعني هو عمل يعني خلى رجله كده معلقه وقعد يرقصها يمين شمال خلاص ما بقتش بينالتي، يبقى خلاص يلعبها بعد كده. يبقى هيعاقب بايه؟ بضربه حره. بالفنت دخلت. ما دخلتش بضرب مباشره. نعم. ويعاقب. تمام. هنا علي معلول نط قبل حط رجليه على 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 لعب الكره وشاط الكره بالشكل ده. اهو بينزل ورجليه راحت على الكره مباشره. اهو رجليه بتروح مباشره على الكره اهي. طبعا هنا بقى المساعد محمود ابو الرجال هو بيحسب ركله الجزاء، لكن هنا بقى اللاعب بيعمل ايه؟ بياخدها بايده. خدها بايده. ده اللي انا عايز اقوله بقى في ماتش الانبي. نعم. المساعد هنا انقذ، لان فعلا الكره بالايد ولمس اليد واضحه. الحقيقه في حاجه تجننكم من بعض اللعيبه، يبقى الخطا واضح وضوح الشمس، لعيب طالع سند الكره على ايده واضحه وضوح، يمكن لو شوارب حطها لكم تاني واضحه وضوح الشمس، انك انت مادد دراعك منزل الكره على دراعك، ايه لازمه ايه فكره الاعتراض بقى؟ عايز تقول لي ايه؟ دي مش ايدك، دي ايد حد تاني، او الهاند بول مسموح بيه، او علشان الحكم تسرع واخطا فالقانون بيدي الحكم المساعد حقه في تعديل القرار يبقى في مشكله؟ ما هو ده القانون، هي دي الكوره وده قانونها، ولا الناس استحدثت حاجه تانية؟ الناس طلعت، بعض المدربين والمسؤولين في المقاصه طلعوا بينتقدوا الحكم امين عمر انه غير قراره. طب ما هو الفار بيخليه يغير قراره، انما لما تقول لي اهي، لما تقول لي ان انت منزلها على ايدك بهذا الشكل الواضح والصريح، دي ايه بقى؟ لو ما كانتش دي هاند بول تبقى ايه؟ يبقى ايه هو الهاند بول؟ يعني اذا كان في وضوح وما فيهوش اي لبس، الحكم اتخدع فيها لانه الفاول الثاني اتعمل بعد دي مباشره فصفر على الثانيه، اللاين مان رجعه لصوابه. فين وجه الاعتراض؟ زي ضربه الجزاء بتاعه الاهلي. طب ما هو الحكم امين عمر الكره قدامه. ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي، الكره قدام الحكم. واللاعب ده مش الكره خدت ايده وراحت لمسارها، ده صدها. يعني رجع الكره بايده للاتجاه العكسي. يعني استفاد 100%، ومع هذا هتلاقي الاعتراض. طب اعتراض على ايه؟ حتى تنفيذ علي معلول، تنفيذ علي معلول لضربة الجزاء
البعض شكك في انه لا فيها حركه خداع وفيها حركه تمويه ودي غير قانونيه. كويس ان الكابتن احمد الشناوي فسرها مع الكابتن احمد شوبير اهي. بصوا الكره ضربه الجزاء يعني جيرالدو لعبها الراجل صددها ورددها. هنا الشناوي قال لك ما هو علي معلول ركل الكره مره واحده ما فيش ثمه خداع خالص، رجله اليمين متمركزه، رجله الشمال اللي ركل بيها الكره عملتها من مره واحده. فبالتالي اهي اول ما نزلت نزلت على الكره مباشره. هي دي الرقصه، دي اهداف معلول على واحده ونص. ف طبعا بعد كده ممكن الحراس يلاحظوا ده لعلي معلول ومؤكد هو عنده القدره انه يقدر يغير من التكنيك بتاعه كمان، لانه بالشكل ده طبعا الكره كطريقه اداء هتتعرف، هيبداوا ينتبهوا ليها. لكن الخدعه بتيجي مره او بتيجي على فترات، لكن باستمرار اعتقد هيبقى فيها تنبه، لانه كمان هي بتتشاط بقوه ضعيفه جدا او قوه اقل تسمح لاي حارس لو ما اتحركش مع الحركه الاولانيه يصدها بسهوله. فانما من الناحيه القانونيه الوضع سليم 100%. ايه الحاجه لكل الدوشه والخناقات والاعتراضات؟ لعيب يبقى مرتكب الخطا بشكل واضح جدا ويعترض، واتمنى ان الحكام يتعاملوا بجديه شويه مع الاعتراضات، واتمنى حتى كل اللعيبه بما فيها لعيبه النادي الاهلي. الخطا لما يبقى واضح ما فيش مبرر ان انت تعترض. واتمنى على استوديوهات التحليل، لانه استوديوهات التحليل بكل اللي بتضمه من كفاءات وقامات ونجوم وكباتن كبار يفترض ان هم يكونوا الرقيب الفني على اللعيبه، على الانديه كلها، على الفرق اللي موجوده. انت لو بدات من خلال استوديوهات التحليل تكافح بعض الحاجات السلبيه وتعمل فوكس شويه او تعمل تركيز شويه على اخطاء نقدر نوجه اللوم المشدد، وحتى لو فيه لوم عنيف شويه لاخطاء سلبيه بتحصل من اللعيبه او من المدربين تجاه التحكيم، الامور ممكن تنضبط. يمارس الخبراء دورهم الرقابي هنا، انه باستمرار ينبهوا انه فلان الفلاني ده تكرر منه، فلان الفلاني اللعيب الفلاني يلعب في الملعب زي ما يكون عنده حصانه، باستمرار يعمل كل العنف يوصل انه يضرب لاعب بالقلم، ولما ياخد انذار يبقى زعلان. زعلان ازاي يعني؟ ده كارت اصفر، ده محضر، ده محضر وبلاغ فحول انسان. ومع هذا لانه انت كحكم سكت على حاجات كتيره زي كده، فالناس افتكرت انه من حقها تعمل اي حاجه في الملعب. اذا كان الحكام بيبذلوا كل الجهد ولجنتهم بتحاول ترتقي بمستواهم، اتمنى على استوديوهات التحليل المختلفه زي ما قلت لكم، لان بتضم كمان قامات كبيره جدا وخبراء ارائهم الفنيه مؤثره جدا واصواتهم مسموعه، يمارسوا هذا الدور الرقابي باستمرار، يسلطوا الضوء على الاخطاء المتكرره والسلبيات الكتيره اللي موجوده اللي بتشوه شكل اللعب. اللعيبه بتعترض عمال على بطال، لعيب يقع بداعي الاصابه ويدوب الدكتور ينزل الملعب يطبطب عليه يقوم، رشين له حاجه سحريه يقوم على طول لمجرد انه عايز يستهلك وقت، ويرجعوا بعد كده يزعلوا لما الحكم يرفع الوقت البديل ويتقال اصله بيحسب كذا. طب ما تشوف نفسك انتوا ضيعتوا قد ايه. لكن بعد الاسبوع التاسع للاهلي وال11 لبقيه الفرق، الاهلي يبقى وحيدا وبعيدا بالتسع مباريات، 9 مكسب نمسك الخشب، 25 هدف عليه هدف واحد، 27 نقطة، بيلعب ماتشين أقل من المقاولين، لكن المقاولين عنده 25 نقطة في المركز الثاني، الاتحاد وراها على طول 20 نقطة، والزمالك قفز النهاردة بعد الفوز على أسوان للمركز الرابع 18 نقطة، وسموحة 17 نقطة، وبيراميدز 16، والإنتاج الحربي 16، وام بي 15. يبقى في بعض الترتيبات غير المنطقيه. نتمنى للاسماعيلي، هو استعاد مدربه الفرنسي دي سابر اللي مشي من بيراميدز راح الاسماعيلي او على في الطريق للتعاقد مع الاسماعيلي، نتمنى انه الاسماعيلي يتحسن، لانه لا يليق بالدرويش انه يكونوا في المركز 11 ب 14 نقطه. المقصه كمان قدم مستويات كبيرة وترتيب كبير في الفترات اللي فاتت، لا يليق به انه يكون في المركز ال15، ولا طلائع الجيش اللي في المركز ال16 تحتيهم اسوان
ووادي دجلة بالمدرب اليوناني اللي مصمم على طريقة لعبه ومصمم على أفكاره التكتيكية لأي فترة مهما كانت الخسائر. هيصبروا مسؤولوا وادي دجلة قد إيه على المدرب اليوناني؟ وإم دجلة في المركز الـ 18 بست نقاط فقط. أعتقد المسائل الفترة الجاية ربما تشهد بعض التغييرات. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل فرصة للانضمام لعائلة الأهلي. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. لو تفتكروا أثناء الانتخابات الأخيرة في النادي من حوالي سنتين، كان مجلس الإدارة اللي هو انتخب برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفع شعار عائلة الأهلي، وكان شعار فيه كتير من الإحساس بدفء الأسرة والرغبة في أنه فعلا أعضاء النادي يكونوا أسرة واحدة، بإحساس الأسرة الواحدة، بمشاعر الأسرة الواحدة، بالحرص حتى على مصالح الأسرة الواحدة. وده اللي المجلس الإدارة وإدارة النادي بتحاول تعززه وترسخه وتحافظ عليه، لأنه ده الحقيقة طول عمره ده السمة الدايمة في أعضاء النادي الأهلي. بس الدنيا اتغيرت، أنت بتتكلم في فروع ما شاء الله، أنت بتتكلم في مدينة نصر وبتتكلم في الشيخ زايد، والشغل شغال في أهل التجمع الخامس، والجزيرة كمان بيتم تطويره في مرحلة بعد الثانية، فالعدد زاد والأنماط اتغيرت كتير والأسر كتيرة. فأصبح فكرة أن أنت تحافظ على نمط عائلة واحدة بشكل واحد هدف رئيسي. وكان ده برنامج عائلة الأهلي اللي الكابتن محمود الخطيب والساده أعضاء مجلس الإدارة اللي انتخبوا وحازوا ثقة الجمعية العمومية قدموه في 30 نوفمبر 2017. وقتها كان الناس بتتكلم على انه دي جديده حكايه عائله الاهلي. ازاي نفضل كلنا عيله؟ مره بعد مره الكل بدا يلاحظ انه حتى الانشطه الاجتماعيه والرياضيه وبرامج الاطفال وبرامج رعايه الاسره وبرامج اللجان الثقافيه ولجان المراه في النادي كلها ماشيه في الاتجاه ده. ازاي اقدر اعزز مفهوم الاسره الواحده؟ وازاي اقدر احافظ على روح العيله الواحده؟ وازاي كل دول يكونوا في عائله الاهلي؟ ازاي تضمن وتامن ان اولادك يتربوا داخل النادي مع هذه العائله، مع هذه القيم، ووسط كل هذه القيم وهذه التقاليد الدائمه وابدا اللي بتحافظ على النشء وبتربي الاطفال رياضيا واجتماعيا وسلوكيا بهذا الشكل. النادي الاهلي رايح في خطة إنشائية كبيرة جدا هنستعرضها بالتأكيد علشان يقدر يستوعب احتياجات عائلة الأهلي. لكن اللي مش عضو في النادي، شفنا المجلس الإدارة في الاجتماع الأخير قدم فرصة لكل من يرغب في الانضمام لعضوية الأهلي والدخول في عائلة الأهلي من خلال عضوية النادي، ويبقى هو وولاده وأسرته داخل هذا النادي في كل مقراته. اداهم فرصة لغاية 31 مارس، نهاية مارس آخر فرصة للعمل بأسعار العضوية الحالية، 1 أبريل الدنيا هتزيد. طيب تزيد إزاي؟ كنت بتكلم قبل الهوا مع الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة العضوية في النادي، مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة رئيسا لهذه اللجنة، وبيقدموا دور كبير جدا في تنشيط العضوية وأيضا في تلبية رغبات الكثير من محبي النادي الأهلي اللي راغبين ان هم ينضموا الى عائله الاهلي ويحوزوا عضويه النادي الاهلي. عارفين حضراتكم ان العضويه العامله الكامله دلوقتي عشان تبقى عضو كامل في النادي الاهلي في كل مقراته ب 500,000 جنيه. هتزيد من 1 ابريل الى 750,000 جنيه. ففرصه ان انت تقدر تعمل ده بالتسهيلات التقسيط اللي موجوده. زياده فرع الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد حاليا 175,000 جنيه. هتفضل هذه القيمة لغاية أول إبريل، هتبقى 250,000 جنيه. وعضوية التجمع حاليا 200,000، هتبقى 250,000 1 إبريل. طبعا العضو بيدفع النص وبيقسط الباقي على سنوات حسب ما يتوافق مع لجنة العضوية.
او اداره الاشتراكات في النادي. طب سالت الاستاذ طارق انديل، الناس كتير عمال تبعت لنا رسائل اعمل ايه بالذات لو في ناس بره مصر. التسهيلات بتوصل لمرحله انه اللي بره مصر موجود في اي دوله وعايز يعمل عضويه الاهلي قبل ما الاسعار بتزيد بيتصل باشتراكات النادي، بيعمل توكيل لاقرب حد ليه، ينوب عنه في تقديم اوراقه ويستكمل اجراءاته. لكن في النهايه في تسهيلات كبيره جدا لغايه 1 ابريل، والناس شايفه خطه انشائيه كبيره جدا النادي الاهلي بيسير فيها علشان يقدر يستوعب متطلبات كل الاعضاء اللي بيتزايدوا بشكل ما شاء الله في عائله الاهلي. في السنه الجديده الاهلي مقدم على ايه؟ ايه مشروعاته الانشائيه؟ وايه الافتتاحيات المنتظره او الافتتاحات المنتظره اللي ممكن تسعد اعضاء الاهلي وجمهور الاهلي طبعا اللي بيبقى سعيد جدا بكل توسع كبير في النادي الاهلي. المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك استاذ مريم، ازي حضرتك؟ تحياتي وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وسعاده ربنا. اللجنه الهندسيه شغلها جامد، مجهزين لنا ايه للسنه الجديده بقى؟ والله احنا مجهزين يعني شغل كتير ان شاء الله. ان شاء الله. الفتره الجايه. اللي هي المرحله الثانيه من الخطه الانشائيه للبرنامج لمجلس اداره. ايوه. نبدا الاول بالشيخ زايد. الشيخ زايد احنا بدانا فعلا في المقر الاداري اللي هو في مقر البنوك. تمام. وده هيكون ملحق ب شارع عقاري. وده فعلا بدانا فيه وخلصنا المقر بالكامل. وحاليا خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هيبدا نسلم البنوك المقر عشان تبدا تعمل التجهيزات بتاعتها. يعني خلال 2020 اعضاء الاهلي في الشيخ زايد او اللي هينضموا لعضويه الشيخ زايد يستمتعوا بهذه الخدمات، الخدمات البنكيه وخدمات الشهر العقاري. طبعا هم ثلاث افرع بنوك. ثلاث افرع بنوك ما شاء الله. ثلاث افرع، وده خلاص المبنى خلص بالكامل، وحاليا هنبدا تجهيزات البنوك تبدا تجهز الفرع لكل فرع ليها. دي اول حاجه. عايز بس اقول للاعضاء او للناس اللي رغبه في الانضمام لعائله الاهلي انه الخدمات البنكيه المميزه جدا يا باشمهندس انه البنوك اللي بتشتغل في الاهلي شغاله 7 ايام، يعني جمعه وسبت وكمان ايام الاعياد شغاله، فدي خدمه بنكيه كبيره جدا لعضو النادي او عضو عائله الاهلي. تمام يا فندم. اتفضل. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا احنا بدانا بالفعل من اكثر من شهر ونص في مجمع ملاعب الاسكواش. 8 ملاعب اسكواش بدانا ووصلنا لحد اعمده البدروم. في ملحق غرف على ملابس والجيم ومكاتب اداريه. تمام. على طول صاله الكاراتيه وصاله الجمباز. سكواش وكاراتيه سكواش وكاراتيه وجمباز. وجمباز. تمام. تمام، دول في منطقه واحده وفعلا خلاص وتعاقدنا مع الشركات والموقع شغال، بدانا فعلا تنفيذ في الموقع. ده الشغل اللي شغال اهو، تمام اتفضل. دي كده بالنسبه للمجمع الخاص. مجلس اداره الجلسه اللي فاتت اسند المبنى الاجتماعي. وعدد 2 ملعب كره قدم. والمسجد. والمسجد تمام. كل ده في الشيخ زايد يا باشمهندس، كل ده في الشيخ زايد. ده الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. في الشيخ زايد، وكده يبقى يعني استكملنا البرنامج الانتخابي لمجلس الاداره اللي وعد بيه في الانتخابات. يعني عندك مجمع الاسكواش، عندك الكاراتيه، عندك الجمباز، عندك ملعبين لكره القدم بالاضافه للمبنى الاداري الجديد والمبنى الاجتماعي والمسجد. والمبنى الاجتماعي والمسجد كمان. تمام ان شاء الله. ان شاء الله كده تستكمل خطه الشيخ زايد اللي وعد بيها مجلس الاداره، اللي وعد بيها وزياده كمان، لان كان مقر البنوك ده ما كانش موجود. اللي عندنا. فده جزء زياده كمان استحدث واضيف دي لخدمه اعضاء الشيخ زايد. تمام، يعني عندك خدمات بنكيه، عندك خدمات في الشهر العقاري، عندك للي عايز يدخل ولاده جمباز، سكواش، كاراتيه، كره قدم، كله بيتم التوسع فيه. زائد كمان ان حاول الصواد بالكامل مناطق لجلوس الاعضاء. بخدمات ليهم كمان. تمام. ده الشيخ زايد المستهدف بتاعه ينتهي في 2020، يعني بعديها ما عندكش حاجه في الشيخ زايد. كده يبقى احنا خلصنا يعني ايه الهدف الاساسي للبرنامج الانتخابي في الشيخ زايد. في الشيخ زايد ان شاء الله في 2020، ده سنه جميله ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم جميعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب ننقل بقى على الجزيره. ننقل على الجزيره، هنبدا احنا امبارح بالتحديد الارضيات الصاله المغطاه الجديده. وصلت من فرنسا واتخزنت في الصاله المغطاه عندنا.
وان شاء الله هنبدا يوم الاثنين التركيب، بعد في ماتش كره سله في الصاله يوم الاحد، يوم الاثنين ان شاء الله هنبدا التركيب في ارضيه الصاله المغطاه. دي ما اتغيرتش من 12 سنه. تمام. هنبدا ان شاء الله تاني برضو في تشطيب الدور الثاني لمدرج كره القدم. الدور الثاني للمدرج ملابس الفرق الرياضيه، سله، طايره، والهاندبول. لا ده المدرج الجديد اللي تحت البرج مش كده؟ بالظبط، احنا خلصنا الدور الارضي لفريق كره القدم. اها. الدور الثاني للفرق الرياضيه. تمام، المدرج القديم بقى هل داخل في الخطه في الازاله ولا لا؟ طبعا. احنا هنقل الفرق الرياضيه للمدرج الجديد. عشان ان شاء الله المدرج القديم ده يتهد، وفي تصور لسه هيتعرض على مجلس اداره لمكان المدرج ان شاء الله بعد هد باذن الله. ده يعني ممكن الهد والتوسعه تتم في 2020 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. تمام. في ايه تاني في الجزيره؟ بالنسبه لاهل الجزيره. لا، في حاجه انا شخصيا منتظرها بصراحه. اتفضل. يعني البوابه بالنسر اللي اتعمل في مدينه نصر، يعني الناس كلها مشتاقه انها تشوفه في الجزيره. ان شاء الله البوابتين. البوابتين طبعا. ان شاء الله باذن الله. ده الشكل المبهر الحقيقه قدام بوابه مدينه نصر. تمام. خالق شخصيه فنيه مميزه جدا، بيقول لاي حد فايت من اي حاجه ده النادي الاهلي. تمام. فاتمنى انه يكون في 2020 النصر يظهر على بوابه الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. تمام. نتنقل لمدينه نصر. مدينه نصر ان شاء الله هنستكمل البوابه الفرعيه اللي هي المقابله للبوابه الرئيسيه. ان شاء الله في خدنا موافقات للمحلات في السور الخلفي. ان شاء الله خدنا موافقات مجمع ملاعب سكواش، وخدنا موافقات للمنطقه بجوار حمام السباحه. ايوه، اللي هي فيها الجراج تحت الارض. حاليا احنا في مرحله الدراسه. ايوه. ودي كانت طبعا موافقه احنا بقالنا سنين ما خدناهاش، الحمد لله حصلنا عليها. هنبدا فيها ان شاء الله، يعني زي ما عملنا مجمع ملاعب سكواش في الشيخ زايد، هيبقى احنا عندنا في كل فرع فيه 8 ملاعب. طبعا دي مفيش، يعني مفيش نادي في مصر عنده كم العدد ده. عدد الملاعب ده صحيح. حاليا احنا شغالين في تغيير ارضيات الاكاديميه الكوره النجيله الصناعي. اللي هي دي. تمام. الارضيه دي ارضيات نجيله معتمده من الاتحاد الدولي. تمام. المسطح 20,000 متر. اها. اضفنا ملعب جديد للملعب القديم عشان يستوعب الاعداد الكبيره في اكاديميه كره القدم. احنا خلصنا جزء منها، واحنا شغالين بالتوازي مع الاكاديميه عشان برضه ما نعطلش في التدريبات. وان شاء الله المتوقع خلال شهر ونص نكون مخلصين الاكاديميه ومسلمينها لقطاع الاكاديميات ان شاء الله باذن الله. تنتهي الخطه في 2020 برضه، ولا تفضل عندنا حاجه في مدينه نصر بعد 20؟ كده لا، مدينه نصر هتعدي 2020، لان احنا الجزء المستهدف اللي هو جوار المسجد في المنطقه الخلفيه كبير. ملعب سكواش والمنطقه الخلفيه والجراج، لا الموضوع يعدي السنه الجايه. ان شاء الله باذن الله. تمام. التجمع بدا الشغل مش كده؟ التجمع احنا سلمنا موقع للشركه المنفذه من اسبوعين، والموقع اتجهز بالكامل. تمام. حاليا احنا بنعتمد الرسومات التنفيذيه وبدانا شغل، وان شاء الله في اقرب وقت يعني تشرفونا عشان نحجر الاساس ونعلن بدء المرحله الاولى ان شاء الله باذن الله. المرحله عندنا حاليا شغالين في البنيه التحتيه، وشغالين في البنيه التحتيه لل 50 فدان كلهم مره واحده، مش هنشتغل المرحله الاولى بس. حاليا بنيه تحتيه للنادي بالكامل، ونبدا بعد كده المرحله الاولى هي حمام السباحه والمبنى الاجتماعي والملاعب والخدمات للاعضاء ان شاء الله باذن الله. خطه ان شاء الله كبيره قوي، ربنا طبعا يقدر مجلس الاداره ان احنا نخلصها ان شاء الله، زي ما ربنا كرمنا كده السنتين اللي فاتوا الحمد لله عملنا شغل كويس يليق باعضاء النادي. ما هو ده اللي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء، فلو لو الشغل ما هوش بروح الفانيلا الحمراء اللي تقدر تحقق كل المستحيل يبقى لا. فان شاء الله ده ودوده يا باشمهندس. ربنا يخليك فندم. شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا. شكرا للمهندس سامي علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي، وشفتوا حضراتكم حجم الخطه الانشائيه اللي معموله لاعضاء النادي في 2020، فكل واحد
عضو في النادي الاهلي، عضو في عائله الاهلي، له كل الحق في انه يفخر بانه عنده القدره على استخدام كل هذه المقرات بكل هذه الامكانيات له ولاسرته. وكمان كل من يرغب في الانضمام الى عائله الاهلي قبل 1 ابريل بالاسعار الجديده عنده فرصه ان يتوجه لمقر النادي الاهلي في الجزيره لاداره الاشتراكات ويبدا يسير في الخطوات المطلوبه. الاهلي جيل بعد جيل بيسلم بعض، مش على سبيل الكوره ولا على سبيل اللعيبه، كمان حتى على مستوى القياده. قياده الاهلي لما تكون شغاله في مدرسه واحده، شغاله من مدرسه واحده، شغاله بتنهل من معين واحد، بيفضل ثابت دايما وابدا هو شكل الاداء في النادي الاهلي. هذه المدرسه اللي خرجت الكثير من الرموز الاداريه، ده ما تكلم الصمت، والصمت هنا او عندما يتكلم الصمت، الصمت هنا الكابتن الكبير الكابتن حسن حمدي، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. امبارح كان ضيف مع الزميل احمد موسى في قناه صدى البلد، يمكن اللقاء كان بالصدفه اثناء مباراه الاهلي والمقصه، ربما بعض الجماهير لم تتح ليها فرصه متابعه هذا الحوار الدسم جدا اللي اتكلم فيه الكابتن حسن باريحيه طبيعيه جدا وبالعفويه المعتاده عليه، لكن بحرص شديد جدا على النادي وامتنان جدا لكل اللي ادهوله النادي الاهلي قبل اللي هو اخده من النادي الاهلي من قيمه ومن مكانه رفيعه. ربنا دايما وابدا يكرمه ويوفقه. نشوف الكابتن حسن حمدي وهو يتحدث كيف مارس الاداره وماذا تعلم من الراحل العظيم صالح سليم. دايما بيشتغل بمجموعه. يعني مش حسن حمدي. مش الرجل الواحد. فريق يعني عمل. حتى انت يمكن معاشرنا شويه كده. طبعا. حتى في الاهرامات تخش تلاقي عندي ناس قاعده اتكلم معاهم زملائي. صحيح. وحتى في النادي كويس لما بتحصل اي حاجه بقعد اتناقش كمجموعه. لما باخدش قرار لوحدي. كويس. ودي كانت ميزه الحمد لله ان انا بسمع اراء كويسه. وفي الغالب ممكن رايي ما يمشيش. يعني رايي ممكن ما يمشيش وانا رئيس نادي. كويس. ودي اتعلمتها يمكن من كابتن صالح. يعني لما في تصويت ما بيبقى مش معاك التصويت بحترمه. حصل بحترمه كتير. طب كتير طبعا. يعني في مواقف يلا للتصويت ومجلس الاداره، بس المهم الكلام ده يبقى جوه حجره مجلس الاداره، ما يخرجش بره. ما يخرجش بره. كويس. لا ما بتضغطش على الاعضاء، اعضاء المجلس تحترم القرار. طبعا انا اتعلمت ده. اتعلمت تحديدا من كابتن صالح. لكن هو برضه مرة كان في السعودية وبيلعب بطولة هناك، كان هو رئيس البعثة يعني. نعم. حصلت مشكلة في السعودية وجمهور شتم النادي وشتم مش عارف ايه، وقال لك ايه انا ايه انا انسحب من البطولة. فجه ما جه عمل اجتماع مجلس ده. كويس. الفوتن كان ضده. تصويت كان مش معاه. واحترم. يعني انا كانت برضه يعني وجهة نظري ايه، احنا اشتركنا في بطولة، ما ينفعش ننسحب من البطولة، النادي الاهلي ما ينسحبش من البطولة. كويس. قال لك بس الجمهور شتم وعمل، والناس دوت مسؤولين غير مسؤولين، كل ده وارد في الرياضه. وارد. بس لما عمل لنا فوتينج. كويس. وهو احترمنا. كابتن صالح. بصوا الدروس، بصوا الناس اللي عايزه، لو عايزه تفهم الاداره تتعمل ازاي. يا جماعه الاهلي في المكان اللي هو فيها ديت مش من فراغ، ومش وليده وقت ولا زمن ولا عصر. ده سيستم اداري قوي جدا موجود، هيفضل دايما وابدا الاهلي قوي ما دام متماسك بهذه الثوابت الاداريه في هذه المدرسه. كابتن حسن حمدي بيتكلم على انه مجلس الاداره خالف الكابتن صالح، ومش الكابتن صالح كان مجرد راي ليه، ده كان رئيس البعثه. رئيس البعثه في سفريه للاهلي اعتقد كانت في ابها في السعوديه وحصلت مشاكل. فالكابتن حسن بيقول الكابتن صالح لما جه خدوا بالكم ده رئيس النادي ورئيس البعثة، يعني هو اللي شايف كل حاجة، وإن الجمهور تجاوز وحصلت بعض التجاوزات. فالكابتن صالح رأيه في مقاطعة. مجلس الإدارة لما كابتن حسن بيقول لك حصل فوتنج، حصل تصويت، المجلس ضد رأي كابتن صالح لأسباب إنه لا ما ينفعش. مش إحنا، كابتن صالح عاش اللحظة، شاف اللي حصل، قاله للمجلس. لكن حصل إيه بعد كده؟ المجلس صوت ضد رغبة أو ضد الرأي اللي شايفه الكابتن صالح، فكانت الترابيزة ضد الكابتن صالح. قال لك احترامها جدا،
ونفذ اللي هو المجلس عايزه وفضل يدافع عنه. فبيقول لك ده اللي انا اتعلمته من الكابتن صالح. واعتقد لو شفتوا كتير من المواقف المشتركه بين الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب هتشوفوا ازاي هذا النهر ممتد، ازاي العلاقه ماشيه، وازاي المدرسه بتخرج علشان كله يكون حريص على هذه الثوابت الاداريه اللي هي بتحافظ على النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب شارك الكابتن حسن في مسيره طويله جدا، يمكن الكابتن حسن افتكرها لما كانوا جنب بعض في ملعب رادس في تونس وقت ما الاهلي سجل هدفه القاتل لابو تريكا في مرمى الصفاقسي. كابتن حسن والكابتن الخطيب ازاي عاشوا اللحظه؟ نشوف الكابتن حسن تذكرها ازاي. كورة اعلى من الصفاقسي في تونس وجه الجون في الوقت 90 او 91 في وقت القاتل زي ما نقول كده الضايع يعني الضايع لما جه الجون رئيس النادي الاهلي البطوله والجمهور والملعب والدنيا يعني عملت ايه؟ قعدت زي ما انا وسقفت كده. كابتن الخطيب كان جنبي قام جري جري لا والله وضحك مش مصدقين يعني قام واتنطط وكده هوت يعني انا ما بتحركش حتى وانا مدير كوره عمري ما قمت مثلا انا الدكه بتاعت ليه ثقه ولا انه ده ماتش كوره لكن في بطوله بتكلم على بطوله كده يعني. كابتن حسن مش ناسي انك كابتن الخطيب لان انا فاكر سمعتها من كابتن الخطيب كره وهي في الجو وهتنزل لابو تريكا كابتن الخطيب بيقول له من مره واحده من مره واحده وقال لك انا قلتها وجريت في الطرقه في اللحظه دي لان هو كمان كابتن الخطيب عاشها باحساس الهداف باحساس الفرود في الحته دي بيعمل ايه وخدها من مره واحده كتير وشفنا اهداف اسطوريه كتيره لكابتن الخطيب بالطريقه دي فهو عايش اللحظه والكره في الهواء زي ما كابتن حسين مدكور عليه رحمه الله كان كل هدف لكابتن الخطيب يقول له انا بلعبها معاك هو الخطيب كان بيلعبها معاه في اللحظه دي وهو قاعد جنب الكابتن حسن بيلعب مع ابو تريكا اللقطه دي في نفس اللحظه بالتصرف ده فالكابتن حسن قال لك الكابتن الخطيب سابني وجري في المدرج من فرحته باللحظه اللي الاهلي انتصر فيها وحقق هذا الانتصار كانت لحظه فعلا غاليه جدا وكان هدف رائع جدا في توقيت قاتل قوي بس الكابتن حسن ليه مقل؟ ليه مقل فعلا؟ ليه ما بيظهرش للاعلام كتير عشان يمتع الناس بالاراء ديت والدروس الكبيره جدا؟ استاذ احمد موسى ساله انت ليه ما بتظهرش في الاعلام؟ نشوف رد الكابتن حسن. ليه الكابتن حسن حمدي ما بيحبش يظهر في الاعلام كتير؟ من زمان ليه ما بتحبش الحكايه دي؟ أصل يعني كان دايما وجهة نظري دايما أنا بعمل عمل رياضي وعمل تربوي والناشئين والشباب وكله دايما بياخدوا الحاجة ديت كقيمة قدوة يعني ومبادئ مبادئ نعم أنا مش ممثل سينما محتاج إني أظهر ويبقى ليا جيت في التذاكر أو آخد شهرة عشان الناس تيجي تتفرج عليا وأنا لعيب وأنا كمان إداري يعني. ممكن يعني لما تيجي في برنامج زي سيادتك ما جايبنا فيه خد بالك أتشرف أنا بتشرف يعني والله أتشرف بيكوا يعني أنا أقدر أقول المبادئ والأخلاقيات و و و و لكن مش هطلع بقى كل يوم في الجرايد ولا في الصحافة ولا في أي كان وأقعد أقول هذا الكلام. عرفتوا الأهلي عظيم ليه؟ عرفتوا ليه أنتوا ما بتشوفوش رئيس النادي الأهلي الحالي وقبل كده الكابتن حسن وقبل كده الكابتن صالح في الإعلام عمال على بطال ليه؟ قال لك إحنا بنشتغل وإحنا بنقدم عمل رياضي وإحنا بنقدم قدوة للناس وإحنا بنقدم حاجة للرياضيين وللنشأ بنربيهم على حاجه معينه فلازم نلتزم بده ولازم نقدم لهم فعلا الاهلي في الشكل اللائق بيه هي دي المسؤوليه يا جماعه وتلاقوا الكابتن حسن والكابتن الخطيب مدرسه واحده في الدبلوماسيه الهاديه راجعوا كل اللي بيعمله مجلس اداره من نجاحات يحقق كل اللي هو عايزه وبمنتهى الهدوء والسلاسه مهما كانت الضغوط ومهما كانت المشاكل ومهما كانت التدخلات يحقق مجلس اداره الاهلي كل اللي هو عايزه حفاظا على قيمة المكان وحقوق الأهلي. المرة حصلت
كابتن حسن حمدي بيخالف رأي أو رغبة لرئيس الجمهورية الرئيس السابق محمد حسني مبارك في احتراف عصام الحضري لما هرب وسافر. متخيلين أنه رئيس النادي يجيله مش عايز أقول توجيه ولكن يجيله رأي أنه السيد الرئيس عايز كذا فيكون رد الكابتن حسن طب وحق الأهلي فين ويقنع بيه؟ وده المهم. نشوف الكابتن حسن في الجزئية دي. عصام الحضري جه وهرب من النادي عايز يلعب في سويسرا. نعم كويس. فايه جه وراح سايب النادي وهرب. فهو مشي بدون ما ياخد اذن بدون ما ياخد استغناء كويس وراح هرب على سويسرا. كويس كويس. طبعا لازم ناخد موقف ماشي. فطبعا خدنا موقف نمر واحد ايقافه بلغنا من صعدها بقى للفيفا في ذلك الوقت. وهو كمان عمل اجراءات كتيره. الموضوع ده تصعد يعني كان في منتخب مصر كان كاسب بطوله افريقيا بطوله الامم الافريقيه. نعم. وهو كان احسن حارس في افريقيا واحسن حارس في افريقيا الحضري لا والرئيس بيكرمه صح. هو طلع على المنصه عند الرئيس قال له يا فندم انا هو بيقول لهم انتوا عايزين حاجه يا ولاد. الرئيس بيسالهم رئيس مبارك بيسالهم قال له انا ليا طلب وحيد بس عندي مشكله. قال له ايه؟ قال له انا النادي الاهلي بعدني كويس ووقفني واخد بالك بالاسم حسن حمدي هو اللي واقف الكلام ده. اشتكى حضرتك للرئيس مبارك؟ يس. فالرئيس مبارك كلم الدكتور زكريا. فما كلمني الدكتور زكريا قلت له قول لسياده الرئيس ان الولد ده رفع علينا قضيه هارب من النادي وعمل شكاوي في الاتحاد الدولي وعمل وعمل وعمل. اذا كان يرضيه هذا الكلام كويس خلاص ماشي. انا بس انا بقول احنا ما اضطرناش على كده او يعني النادي كده احنا اضطرينا خدنا القرار اضطراري. كلمني تاني على طول الدكتور زكريا قال لي الرئيس بيقول انت راجل محترم ويا حسن وكلامك يمشي الولد دوت يتوقف ده الرئيس مبارك كويس. فأيد ان هو ده راجل شتم النادي ورفع قضيه على النادي وهرب من النادي وازاي انا ما عاقبوش. أيد القرار اللي خدتوه. طبعا النادي اعتذر الحضري كذا مره رفضت ترجعوه عشان الموقف ده ولا عشان القضايا واحنا كنا في حاجه؟ عشان الموقف ده طبعا لانه اثر علينا كحارس مرمى. طبعا يعني انه الحضري بس ساعتها كسبنا الدوري وكسبنا الكاس وكسبنا بطولات النادي عمره ما تاثر. النادي عمره ما تاثر ولا هيتاثر. كل لعيب يدي وكل لعيب عطائه يعني يقدر لكن في النهايه ضوابط النادي الاهلي تقاليد النادي الاهلي صوره النادي الاهلي. حتى اللي حصل مع عبد الله سعيد انا بقول لكم هو التاريخ بيكرر نفسه. اللي عمله مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن حسن حمدي في وقت عصام الحضري عمله مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في وقت عبد الله السعيد. نشوف راي الكابتن حسن في معالجه موضوع عبد الله السعيد. اللي عمل عبد الله السعيد مجلس اداره اللي موجود مع عبد الله السعيد عمل نفس الحكايه. وراح ووقع واخد فلوس شفته ازاي؟ قرار النادي صح. قرار النادي صح. طب كويس. ما هو استرد اللعيب وباعه كمان وخد فلوس. ما هو عشان كده هو الاهلي. عندك ثوابت وعندك نظام وعندك مدرسه اداريه بتخرج كل هذه القيادات اللي بتاخد من نفس المعين وبتنهل من نفس المعين. يبقى باستمرار عندك ثوابت ومرجعية انت متكئ عليها. انت ما بتتصرفش من دماغك. انت بتستدعي التاريخ وبتستدعي كل قرارات الرموز اللي عالجوا بيها ده. فيفضل الاهلي بهذه القيمة وهذا التميز ويفضل رموز النادي الاهلي بهذه المكانة حتى عند المنافسين. اسمعوا الكابتن فاروق جعفر وهو بيتكلم مع الكابتن حسن حمدي. الاهلي والزمالك ما كانش في فرق اهلي وزمالك غير هو في 90 دقيقة. 90 دقيقة اللي كنا بنلعبه هو دولت المنافسة بين الاهلي والزمالك.
لكن الاهلي والزمالك لعيبه بتحب بعض، لعيبه اصدقاء، لعيبه بتخاف على بعض، لعيبه. انا في موقف انساني من الكابتن حسن، انا كنت عملت حادثه، مش عارف هو فاكر ولا مش فاكر. فاكر. اه كنت عملت حادثه بالعربيه عند كوبري الجامعه. كوبري الجامعه. وانا بعد ما عملت الحادثه لقيت الكابتن حسن حمدي جنبي، خدني وداني عند اخوه الدكتور وعمل لي الغرز في حاجبي وفضل قاعد معايا لغايه ما بدا النار يخش، كسر عربيته والعربيه دشدشت. وانا يعني انا ده موقف مش هنساه، يعني موقف يعني واحد وهو عنده شغله كان خلص بقى الجامعه وكده، وكان هو عنده شغله ورغم كل ده قاعد معايا. كنا صحاب جدا، كنا بن يعني الاوضه، كنا انا والكابتن حسن بنبقى قاعدين في الاوضه مع بعض. ان فعلا ان حسن عندي الانسان ده حاجه تانية خالص. حسن عندي ده الرقي والاحترام وطريقه كلامه وولائه للنادي وحبه للنادي والاجيال اللي جت بعديه. يعني كان في فتحي والخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، احنا في منتخب الشباب الناشئين او منتخب جامعه، كان الكابتن حسن حمدي بيخليه يقول ازاي يبث روح وانتماء اللعيبه دي عند النادي الاهلي. كان يوم اللعيبه اللي ما بتلعبش فيه كان تاني يوم ينزلوا يتمرنوا يعني عشان النادي، يعني الولاء للنادي، ولاء للمهنه واللعبه. احنا عمرنا ما حسينا ان في اهلي وزمالك، عمرنا عمري ما حسيت ان في اهلي، عمرنا ما حسينا انه في اهلي وزمالك. كانت كلها ايد واحده، بروح واحدة، باحترام واحد، بمكانة واحدة كانوا، ونتمنى يرجعوا إن شاء الله.